ترسم بأحلى عبارة في حياتك ترسم بأحلى عبارة. اسكت اسكت عليك 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 يا اشرع عليك يا عبد الله يا شهراني يا شهراني يا قحطاني قحطاني ما يطلع الصوت منه ما منك يا الفاخر الصوت يطلع منه قحط وليد لا شوف اصلا وليد ما غير اتبل اغمس لا ماني باغمس بس فك يدك غير غير اللي في الرقبه غير اللي في الرقبه فكها بيدك هنا وا باقي خشمك خشمك شباب قلب ديوك انا خدع وقت الحصه الرياضيه تمدد كمان نص ساعه زياده عشان طلب المشاهدين وجبناكم الكابتن بدون استعداد يا علي الكاظمي حصى جيت وتتضارب انت اوه 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 شيت لا لا امنعنا امنعنا مزح ذي اخفاء اخفاء ما يتروح يا رجال بالتلفزيون تعال تعال امزح زين كابتن زين واحد 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 يلا علي 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 كذا يلا شوف علي بكفيت علي هنا يلا بديك الضربه هنا يلا ندافع لا تخليك اس اس صح هذا وحش يلا بتجي من هنا اس اس يا سلام اذا جاك الخصم لا تتقدم له تروح لنا ها يلا دش شوف بس خلك كذا بعيد خلك بعيد ايوه حط كذا يلا يلا كيف تضرب وا وا بي اه او او اه 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 يلا 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 اه 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 يلا يلا فيك حطوني مشعب يلا 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 ابغى حركه الدنقل شوف الدنقل دنقل دنقل والله الله خدعك يا وسيم سوينا بيضرب تحت هندقه زي هذا التمرين فيصل يسوي علينا تضرب هنا شوف شوف دقيقه ارجع ابي واحد يضربني منه قوه اقوى عنده صدق والله اي والله والله ما اضرب يا فين لا لا مو كذا مو كذا اضرب يا حبيبي عادي اضرب يلا لا اضرب يا دقيقه دقيقه يلا اضرب يا شباب يا شباب صالح هلا والله دعيتني خاطب قبل مده ونبي نبارك له مبروك نبي نبي عزوز عزوز عطنا شيء لصالح عشان الخطبه عند منكم شاف بالدنيا قمر يا معيس عين الله تراك القمر يا قاب يا قاب يا قاب يا قاب يا قاب عين الله تراك القمر كانت رجلك زي كذا ما تجيب رجلك هذه لا جيب القريبه اللي هي هذه يلا شتني شتني كذا شتني ايوه كذا صعب بترفع انت تعلم على وجهك يلا معرس معرس ترى بيحتاج هنا هنا روح اسمع هنا ترى معرس هدي اصابه قبل الله يا جماعه بارك وتمم على خير ان شاء الله مبروك مبروك الله يوفقك ان شاء الله ويتمك على خير ويجمع بينكم في خير ان شاء الله
متى الزواج؟ تعزمنا؟ ونعم ومامو متى بيتزوج؟ آخر خميس. آخر؟ خميس. كيف أجل أنا يومك بعد الجمعة. تمرين يا تمرين يا تعال انزل 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 اي والله قوتك الثاني قوتك الثاني تذكر يلا انا باشوتك يلا تردها ردها يلا شو عليك مدرب صدق يلا ايوه كذا يقول كذا فاضي كواسيت لك يلا بعطيك بانش يلا لا عملت كذا يلا اخبط يلا ثاني ثاني جاك احد من الخلف يا قبل ايش سوي يكسر لك من هنا ايوه من هنا ايوه دقي 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 ماجيك يلا مرنا كيف البطيء مرة سلموشن يلا كيف يلا ماشي يا تيدو خلينا نغير يلا خلينا نغير شنو نغير تفرج الخلف ايه اضرب الخلف اضرب ولا والله انصدم في الشباب والله انصدم في ضربة ما موجعك اضرب ما عندك مشكلة يلا شو ساعدتك ساعدتك يلا 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 أضربك جد يا أضرب 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 أنا أضرب ولا أنت ما أدري أنا بدافع عن نفسي أنت أضرب ولا أيوة. يلا أنا أضرب وأنت دافع عن نفسك ها شوف شوف يقول لك خلك بعيد يلا ها أكذبتك يلا ها خلاص دوري الحين ها دورك يلا كرلت 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 تعال تعال اضرب اضرب دافع عنك انت بس يلا ايش تسوي وش باجي اضرب يلا اضرب وا وا لا ايش كذا اضرب او شيء لازم تضحك عليه يلا يلا ليش تقعد هنا ليش عكسك كذا 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 خليك مثل كرتيه كذا ناط ناط هي هاي ضربه ولا صوت كذا ها كرتيه طيب عاد ادخل عليك لا ضرب لا تعاقرني يلا يلا على ال... يلا ايش هذه يلا يلا هي كرتيه كذا كذا كرتيه ها ها صوت كذا افتيت ما انت يو انا تغدر بي ابو علي ما انت شو شو ادعي لي انتبه تعال ده واحد واحد مسموح شلونك متسامحين الله عيب الله عيب شويش شويش عادي سوي حركة عادي ليش أساسا أنا جاهز ليفك أنا دنيك سلك عشان أديك تقطل طيب مد يدك لا هذا ثاني بوكس بوكس أنت أضربي بوكس لا 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 مد يدك مد يدك أنت مده خلك كذا اللي بتكلم بصمة بعدين آه تعال ايوه يضرب بوكس انت يضرب بوكس عادي يضرب بوكس يضرب شو هذا شو هذا جاي وريك هين عطر وقت بس تغير من يا ولد
دم 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 دم. الحماية ارفع رجلي صح؟ انت اضرب 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 برجلك اضرب اضربك انا؟ اضرب شيك شيك اي يعني انت كذا اضرب انت اضرب بس كذا الحماية اي تذكر الحماية ارفع ركبتي يعني في الرجل ايوه الحين انت كنت ترفع اليمين كذا وكذا ارفع ركبتك تمام تمام يلا اضرب انا؟ اي يلا اضرب انا ترى يلا انت دافع انا نفس الرجل عادي للضربتين بس اغير الجهه صح؟ كيف؟ يو 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 يبالي اسوي زي كذا صح؟ اسوي حركه انت واقف اي بس بطيحك ترى اي عادي عادي شلون؟ يعني تشيل هذه وتقلب زي ما شلت بقوه تمام يوم كنت واقف واحد يضربك من ورا ايش الفكره تبي تشد العضله بس؟ اي شد عضلتك اي مو انا يوم شدت الولد شدت العضله كانت بخير خلاص خليني اشدك تعورك كويس كذا كويس اقوى اقوى شوي واخرد اوكي يلا واخرد يدك اخليها مشدوده ولا اخلي العضله؟ انت اخليك بس تحمل ايه واخرد يدك اوه تعورك صح؟ ايه كذا كنت خلك 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 على اليمين على اليمين روح لليمين الحين تشد شدت صح؟ ايه الحين تحمل انت اضربني شيل يدك هنا هنا طيب كذا هنا صح؟ كذا تمام؟ هنا تحت؟ لا مو هنا 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 هذه اوكي كذا هنا تمام طيب اسويك حركه انا الحين احمي صح؟ اقدر اقدر اشيلك ترى اي ادري بس انا احمي كذا صح اني اطلع ركبتي ارجع احمي نفسك ارجع ثم دافع طيب حلو بس لا تسوي كذا انت تعال اضربني شوف كيف ارجع اضربني شوف كيف ارجع اسحب ذي على يدي طيب بتقدم ايوه ايوه صح 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 شفته حتى في الكرتة نفس الحركة طيب يلا يو شات ايه حلو هيا الحين انا بحاول اهرب انت تعال اضرب اجي واسوي كذا منيح ما صقع فيك ترى هذه لو قواها انت انتهيت يوم ضربتك على البطن استسلمت انا ضربتك ايه يوم ضربتك استسلمت هذا هو دق بشويش ايه لا لانك ما عاد قدرت لانه اصلا ضرب بشويش لو اعطيك ضربه قبل بعدها على طول تطيح تعال تبي شوف تبي ضربه ما عندي مشكله ضربه صدق تبي خبطك تبي خبطك صدق هذه أنت الحين وقت مصارعة مضاربة شو تسوي؟ وقت مضاربة شو تسوي؟ ما مطالع ما مطالع حبيبنا كيف حالك طالع؟ لازم لازم تفرق تفوق نفسك كيف؟ كيف تفوق نفسك من الرجال؟ ها؟ أنا ها تعال تعال إيه ما طالعك بضربك ضرب بضربك بقوش يلا افا راحت اللياقه اي والله لي كم شهر ونص ما هي بعيده شهرين ولا بعيده شهرين واجد ها وين شافا لياقه ما في وافا ما في اي هذه مشكله اللياقه والله مش انت منها تعاني كله ازرق يلي طواريه تجريب دمي وشرياني يا حبيب اللي طوال
نتعشى ولا يبدا الفقره حقته؟ ايه في في عشاء. سته بواحد. العشاء عند الرجال برا. بس يقول بعد الفقره ذي لان في فقره فواز. زي طاري. ها ابو علي. يلا. قوس. تيكوندو نفس الرجال. نفس الرجال. عديت والليل جاوبني وماكاني. مو انا مسكتها لا مو انا مو انا واحد كان قاعد سحبتها لا مو انا ناديت والليل جاوبني كشفت امس يقول يا زينه زينه بس ما حد سمعني سوى ليل النزاع دمي اللي يقيم رشاش امي حلو ما كان ليلي يقول بعد طيب ما نبغاك لاجل المشايخ سولف نبغاك تقول بالرياض ما شاء الله عليك جابوك طيب نبغى شو اسمه سلم حتى انت مسوي مقالب ربعها مثل طبعي يا الحبيب اللي طواري يا حبيب اللي طواري تجري بدمي وشريان تجري بدمي وشريان قوم تعبت تصل ما عندك لياقة انت ما عندك لياقة انا عادي بس انت ما عندك لياقة يلا قم قم تقم مطارحة ما يدقق ما بقسك مطارحة ما بقسك على وجهك على خشمك تموت ما يدخل فيك مطارحة انا اقول لك مطارحة وش مطارحة ايوه يلا قم المطارحة اللي تعرف جهدك صح انكسر شوف اسمه ينكسر شوف اقدر اضربه قوة شلوني يبغى له 25000 لا شوف مطارحة اسمع مطارحة البقوس تيكوندو البقوس تيكوندو البقوس بقدر اطقك مع تيكوندو كم تيكوندو يعني يمكن انت بقشني منه اطقك منه وتبدا عرفت نلعب مطارحة تقول افسخ مايك حزام كم لا افسخ مايك حزام كم لا خلينا نلعب مطارحه افسخ مايك طيب مطارحه ولا بقوس؟ قوس لا بقوس صغير ليش؟ بقوس صغير تكسر خشمي ما ايش تجيبك؟ انكسر خشمي الله يعوضك انت راضي انا الله يعوضني لا انا اقول لك مطارحه انت بتنزل لي اعطيك فلوس يعني اي ابي فلوس تاخذ مركز زاويه تعطيني 300000 ابي فلوس انت كسرت خشمي صح؟ باللعبه حقتك ذيك؟ لا ما كسرتها 25000 ريال حق العمليه مطارحه افسخ المايك خلنا مطارحه ها؟ لا بقوس بقوس لا تيكوندو تيكوندو مو طار شوف يعني شوف بوقف من هنا بجي بقلكم كبوكس بكسر خشمك لا سعد سعد بكسر خشمك وش نسوي؟ معك تيكوندو حزام كم؟ حزام كم معك تيكوندو؟ من حب الدح ما قالح ها؟ من حب الدح ما قالح مو بعد كذا هناك بغى يصفك كل يا اخي هذا مدربي صفق العادي انا اقول لك انا اقول لك انت تقارن نفسي في ذاك مو بعد كذا صفق 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 شيء غيري انت اعطيتني وضعيه انه انت شخص مدرب يعني لو بقسك من هنا لا ما انا شخص مدرب انا هذا شخص عرفت انا متدرب انت وضعك متدرب صغير ترى معك اصفر انت ما متدرب صغير لحيتك ها؟ لا بقسك على وجهك لحيتك لا بقسك على وجهك ترفع رجلك ذا عد كلامك عشان ما ارفع رجلي على فوق انا اقول لك انه وضعك متوضع صغير انت معك حزام اصفر هو معه حزام اصفر صح؟ لا الا انا حزام اصفر عشان داخلهم من زمان ايوه يعني انا قصدي انت تدريبك نفسه في شهر لا مو نفسه قصدي انك نفسه مو نفسه كبير غير اللي يقصدك رجال خلاص صغير صغير تمارين صغير وخذ الاصفر يعطوه اي عادي كلنا ياخذ اصفر يعطوه تمارين غير في شايب معنا اعطينا اصفر عمره 45 اصفر في واحد والله الاذنه 57 طيب قبل خلينا نطارح بقوس لا انا ابي مطارحه شوف بقوس بقوس شوف بقوس بحلف لك بالله انك ما انت بداخل لي طريقه تدريب بتدخل لي طريقه كذا بتبقس كذا تدخل راضيد ها راضي بقوس انا اخاف ابقس بوجهك وانكسر خشمك وانا اخاف انك تبقسني وانكسر خشمك الرجال يقول تم ها ولا اطقك مع سنك السن تدري كم ديته لا تقوم تصرف يا رجال الخشم 15 تصرف اصرف ما اصرف انا قلت امشي طارحني المطارحه هي اللي تبين جهد الانسان هاي منصور لكن بقوس اسمع خليني اكمل صار لك فدا يقول اسمع 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 يقول بنزل معك بنزل معك بقوس تمام انا قلت له البقوس خاف ابقسك وينكسر خشمي او تبقسني وينكسر خشمي صح قلت له انزل لي مطارحه احسن صح انا عاوز تيكوندو انا شفتي تهرب القرقره ايش سوي انا اقوم انجلع في جهه ترى ومصفر سؤال كم معك تيكوندو يقول يا مكبر الهقوات حاول لا تزعل ترى اني والله مصفر ترى كلمه ابو عايض رجل يكلمونك رجل عشان نجيب كتاب المايك المايك طاح مكبر الهقوات حاول تستفيد اقول لك ابو حزام كم معك يا ابو بوكس واحد والله شوف بوكس شوف شوف اسمع اسمع يلا خلينا نجرب شوف
ابي اجيب البسمه وجهك زبدون ذولي والله ما ادري انا بروح لا لا تلمسني انا بوريك الحين مو شرط تاخذ بصمتك جيتك كذا لا لا جرب 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 يلا يلا تعال 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 يلا لا خلينا نجرب لانك عرفت الطقه الثانيه مع وين والله ما عرفتها قسم بالله انا ما اشوف انا اصفر ما عندي ثاني كلها طيب. لكن انا عندي مع بعض المعلومات يعني افهمك يعني انا اقدر اسوي حركه ايوه تعورك على يعني لو اجيك كذا لو اجيك يلا وش بتسوي بعدين بجيك من هنا عادي ها اصلا انا واقفك بضرك انا واقفك على طاسه بضرك انا ما اقول لك اياها اوقفك انا بضرك ايش قالك غير بضرك سوي ايش قال كذا بجيك كذا اضرب اضرب رجلك يا اضرب رجلك ها انا بجيك من هنا طيب اضرب رجلك ها صدنا كيف صد تمام صديتها صح صديتها ابنزلك من هنا ولا بنزلك من هنا ما اقدر اطقك معي جهه فاهم بس انت ما تقدر علي انا انا اسرع منك بكون هي ايش يقول قبيل من ضربه واحده ايوه بكون عشان انا مدرب اكو طيب كم مثال كم مثال لو حي انا دخلت عليك بقول انا بدخل عليك بوكس انت ترد ولا لا شوف ببي يمكن انفض كذا ها تمام 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 ما شاء الله العظمه تقدر خلاص طيب يلا يلا ها يلا بدخل عليك كذا ها شوف كله طقات في الوجه كله طقات في الوجه ما رد عرفت اسوي كذا يلا يلا اجيك كذا عادي تعال انا اسوي لك كذا ايوه قلت شفت طاسه قزاز ايوه هذه هي من جد كنت انا كنت في طاسه قزاز والله ما في الا واحده اللي فيها العصير رود النبض يا الحبيب شفت ما قلت خلاص العصير حط في طاسه ثانيه ها العصير حطه في قدر ما في اربعه ترى زي ذوليك ما وقفت موجود او في شو اسمه افتح الدولي تحت المجلب هذا في تتوقع الحين مش عندكم كاسخين ترى ما في مضياف في اليوم والله شو ايش صار في شيء بصمه زين بصمته بصمت من؟ عزوز يا ما... يا اللي ما تعرف مصر وش هي؟ تاتا عزوز ما تعرف مصر؟ أسئلة حياة أول يا شيخ كلها من تجي لآخرها 90% من الأسئلة أعرفها ولا 5% سهلة يا شيخ بدون تلميحات بعضهم أنا أسأل دون دورات أجيب الأول أنا؟ لا والله مو شرط القوة الثانية أحيانا ما أقدر أجيب وأحيانا لا والله القوة الثانية غالبا الأسئلة معي بس مش ما شاء الله تبارك الله لا عندك ثقافه ما شاء الله تبارك الله رائعه جدا اهنيك فعلا يا اخوي اسماعيل على الثقافه اللي عندك والاطلاع صراحه ما شاء الله عليك فينا انا والله العظيم ما في لقافه بالاطلاع ما شاء الله تبارك ادخل مثلا اقرا قصه مثلا خلي مثلا الحين الكتب مو كثير عليها بس على النت ادخل مثلا اقرا قصه مثلا يمر مثلا سعد الدوسري يا اخي مثلا وقد فعل القائد سعد الدوسري كذا 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 سعد الدوسري هذا منه قاعدين يتكلموا عنه انسخ الاسم افتح جوجل مره ثانيه وابحث عنه تبحث على طول مباشره القصه الرئيسيه خليها على جنب تخيل وادخل ايش قصه سعد الدوسري سعد الدوسري يعددون عياله وادخل على اسماء اولاده واشوف واحد اثنين ثلاثه ايش صار وايش ما صار فحيا تعال الا ما تعلق معلومه انا صراحه احب شيء المعرفي ما احب التاريخ يعني معرفي كيف مثل الجغرافيا اليوم عجبتني وش الجغرافيا ايه الاسئله اما الشخصيات مش جيد فيها انا لا ما الجغرافيا جابها سهلة مثلا جالك مثلا من دول أوروبا من دول شرق آسيا تحس معلوماتها مو عندك أصلا أنت فكرت في الكاراتيه؟ شيء غريب صراحة وشو؟ كاراتيه التو؟ شوف ودي أسأل أسئلة وارد أنا عن إصابات والكسور أشياء ذي توني أقول لحمد منصور أنا عندي أخوي عبد الرحمن تقريبا له سنتين أخوي صغير له سنتين في الحين صف سادس له سنتين لا مو سنتين سنة ونص تقريبا تايكوندو ما شاء الله دخل ابوي قال ايش يعزز الثقه من نفسه ويصير ايش اقوى شوي ما شاء الله استمر فيها الحين مع الحزام الاحمر تقريبا دانتو يدخل على البني ما شاء الله ان شاء الله قبل رمضان يكون مع نهايه البني او يكون مع الاسود ما جت اصابات ما في شيء ولا وضع لا, لا 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 ابدا نفس التدريب هذا واقوى بس يعني مع الفتره يتقوى عمره 10 سنين ويجي المدرب ايش كبره مع دان 3 اسود يجي الجد يضرب فيه بالعكس اصلا ترى يوم يكون واقف يشوت العضله المدرب تقعد تشد معاه العضله يعود على الشد وي ما شاء الله عليك انت ذهبت تنضرب بجيك مسافر تو محسن دخلت مع الولد كنت تبيه ولد صغير ما تبيه هذا صح؟ كنت تبيه صغير اصغر كمان اصغر كم واحد انضرب من اصغر بس احس يعني بتضرب الصغير؟ لا ابغاه هو يسوي ممكن تضرب يسوي له الحركه فاهم كيف؟ اسمعني انا احس ان ما ودي يضرب هو ماخذ وضع الدفاع لا لا دفاعي قصدي انا بحاول اني ادافع واذا سوى فيني حركه بروح معاه يعني زي ما سويت مع ذا في النادي المدرب مثلا انت مثلا داخل اصفر مثلا داخل جديد ما يحطك مثلا مع الصغار لانه فرق الطول بيلعب دور ايوه 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 فيجيب ايش؟ ناس على نفس هذه مثلا اخوي عمره 10 12 سنه الطول
طول عادي. ايه وسط. ممكن احط مثلا مع ناس اطول منه بس ايش حزام اقل مثلا مع الاصفر ومع احمر. ايوه بجلدهم بجلدهم ما عنده مشكله. على حسب الطول والعمر. في مثلا شباب 15 16 سنه مثلا محمي حزام الاسود. ايوه دخل دخل مثلا ثلاثه اربعه من محمي حزام اصفر. صفيت ها؟ خليه يلا مضاربه. ويقدر عليهم كلهم ما شاء الله. عندهم بالتايكوندو اذا سدحت بالارض خلص. ايه اذا سدحت بالارض. التايكوندو كله برجول. ايوه برجول. ما في يد. عكس الكاراتيه. ايه الكاراتيه باليد. اصلا يقول لك اللي يلعب كاراتيه وهو يلعب كوره في نفس الوقت ما عاد يعرف يلعب كوره، تلاقي لعبه غبي، اما اللي يلعب تايكوندو يلعب كوره تلاقي افضل. بس احيانا لان تقوي الرجل يلبس خوذه، يلبس واقيه على اليد، يلبس على الارجل، يلبس على الاسنان. ايه احيانا مثلا الا ما تجي مثلا ضربه على الانف تجي ضربه على هذا، مثلا مره اخوي مثلا جلد واحد و على خشم دم تجي احيانا خاصة مع الصيف ومع الحر. زي ابراهيم فتش شوف يلعب تايكوندو. منو؟ ابراهيم فتش. ايه ابراهيم فتش. شوف كيف الكعوب والهذا وغير كذا في صورة له. واقف زي كذا شوف الركبة لافة وجسمه لاف. جسمه كذا يلف الركبة في جهة وهو في جهة ولا رباط ولا أي شيء. مرة جسمه لاف. لعب تايكوندو ولا كاراتيه حلو مثلا أخوي عبد الرحمن خليه يوصل مثلا ثاني ثانوي كذا دخل نادي أثقال كمال أجسام. تطلع معه رهيب جدا. بالمناسبة والحين حزام هذا المدرب مدرب فلبيني يقول لي ما شاء الله عبد الرحمن من اول ما دخل اول ما دخل النادي هذه الرجولة السبعة ما شاء الله يسويها كلها. هو صغير طبعا لا يقدر تكون موجودة عنده. فكل ما يجي مثلا بطولة برا مثلا بالخبر ولا بالدمام الخبر بالله بالرياض عبد الرحمن اول مرشح. ما شاء الله. احنا عنده بطولة الايام الجاية تخيل في الرياض. ربنا يوفقه. جميل. جميل. تايكوندو مرة تفيد في كرة القدم. رهيبة جدا. لأنه يقوي رجله. فحتى في الهواء أو في الشوتات العادية. يقوي الشوتات يقوي كل شيء صحيح. كثير ناس أعرفهم بعد التايكوندو. أنا متندم إني ما دخلت التايكوندو. عندي شباب السودان مع الإجازات مع كل حاجة ثلاث سنين وأنت معك الحزام الأسود. جميل. في شباب دخلوا. أنا واحد من الناس قلت لا ما أبغى. كنت مثلا أروح النادي مثلا كمال أجسام بس. فهم ما شاء الله استفادوا يعني الشباب اللي معي ثلاث سنين ونص اجازات حتى في الصحه اي والله ما شاء الله لا وخلص وحزام الاسود وصار مدرب في نفس النادي. جميل. صار يجيب مثلا الصغار ويلا ويدرب فيهم. طبعا تدريب الصغار اصعب من تدريب الكبار. اوكي والله ما شاء الله في ناس كثير طلعت معها احزمه. جميل والله. انا كنت احب الجمباز وانا صغير. في احيان تجنبز كثير؟ جنبز كان في المدرسة ولا جنبز كانت عندنا الكورة كمال أجسام في ناس معها ما شاء الله ما شاء الله بالعافية. ايوه ايش كنا نقول؟ متى تبدأ فقرة اسماعيل مدري فوز؟ 10؟ المفروض 10 الساعة كم الحين؟ 10 ونص ما شاء الله وسهل. في سمك فيليه فيه سحب. اول شيء بنشوف فواز. يا الحبيب اللي طواريه. حبيب الطوارية تجري بدمي وشريان. بسم الله الرحمن الرحيم. راح جابنا حب السالفة تسمعك يا ابو الجود. والله نعم نعم حمد الله الله يديمه. ها يا ابو عايد انا اجيك من حيث لا تحتسب. هذه من ضمن البركه. ايوه هذه يا ذوب فيها البركه. بلا من طاف ذا صدق علينا والله من اول بي من اول يا اخي ورنا هذا الكبده اللي عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا والله انا والله انت تروح هناك انا اشوف يقطع احسب انه مبالغ. والله كفت والله احنا عظيم شغل بالبل. الله احلى شيء. ها طعمه احلى شيء. حار معي بس والله والله العظيم ان الشغل شغيل. شكله افتح مطعم وراني كفو وراني لا حتى حاط بهار حق بحرين عليك. وابشر اليوم كبده في لكم على حسابي بمناسبه الفوز. قلني قرا كله
داري شايف. اوه هلا بعلي، هلا بالغالي، هلا والله. شور ما تبي تاكل صح؟ كيف الطعم؟ انا بعطيه لقمه ها. ان شاء الله. ان شاء الله. تجمعوا بعض الناس. رحمك الله. معلم الطبيخ ما ادري ايش اسمه. اقعدين واحد يمين واحد يسار يلا نحشره. علي ايش عندك علي؟ بطاط. علي جاي بطاط صقروا بقروا. بطاط. علي جاي بطاط صقروا. علي جاي بطاط صقروا بيضوا بعقلهم. ما شاء الله. ما شاء الله. حلال. يلا بقلبك والله يا علي. شغل. بطاط بطاط ولا جاهز؟ كحور لا طيب بالعافية بالعافية بس الأطفال صح؟ ما في طقطقة لو أنت مطلق المسدس أريح لك وشو؟ سأنا طلقته سلمت يداك وأصلح الله ذريتك أجمعين أخوك الكبير شو اسمه؟ عماد والصغير حمد عبد الله عبد الرحيم وهذه المشكلة فكرت قلت أنت اثنين بس أنت قلت اثنين بس واحد واحد صغير واحد أعتقد قلت أنت الكويت مدري مبتعث مدري وشوي العود عماد؟ بالكويت اي انا واختي العودة بعد درسنا في الكويت كلنا في الكويت كلكم راح حمد يدرس قانون ايش الحكمه ليش نفسي لان البحرين فيها جامعه ودرس فيها بعد غازي خوالي هناك عشان بس خوالك يعني لا بس في ترتيب يعني اضبط قصدك ان دراسه اريح لك هناك تتفوق انت في الجامعه انت الثاني على الكلية لا والله عشان يربطون شياطينه كان الثاني على الكلية منهم ها ما شاء الله انا الاول ما شاء الله ذس از شبدة والله انك تاكل والله فلفل من والله فلفل قسم بالله عقم يصب فلفل والله العظيم بيلي بيلي جبهة. بس هذا بيلي بيلي يا تعال 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 في شيء احسن هذا اللي عندهم بطاطس عندهم بطاطس من عند عند علي ما جانا شيء عند علي عند علي يا الحابة جاهزين أخبرنا لي أنا قوتي يا رب من قوتك أو هي على طول نطلع معك طيب تراني طالبت في الناضج الساعة 7 يكون محضرين عشان نفطر زي الناس الساعة 7 الصباح ايوه اي والله احسن دلع دي الساعة 11 الى متى اليوم اللقمة والله عندهم مقلقة اللي يفتح اوه اوه والله عنده مقلقة قلتها شوي احمد احمد شوي الحين قاعد يسوي عشاء هو انت سويت كبده على الطلب شفني حبه والله انا سوى كبده يا انه مجنون ايش طلبت؟ ايوه ايش طلبت؟ الا قاعد يسوي فيليه قلت له اللهم لا كل اسوي ليش تعب بالطريق احتياطي؟ لا وجعي وجع العدو وجعي وجع العدو ايش فيه؟ سكون مسكوك؟ سكونه دخلوا لا دخلوا هم موجودين قصدك اشتغلوا اي والله ثول خلص المشهد موت الحمد لله اللي عافانا ها والله ياخذ عمرك يا حيوان والله انكم صدقتوا لا والله حمر وجهه والله انا ابغى والله داري انه يطق حمر اقول لك اقول لك شكلك عانيت في المس كثير شكلك عانيت في المس قد طلع براسه ايه قشلت
والله انا استغربت انا اسرت والله بايد اجي لاني اعرف حركات الجيم والله انا استغربت انكم صدقتوا والله وجهنا حمى نحسب لنا بطل انت عرفني ذا المريض انا تعرفني فيه انا هذا مين من بصمتك انا ساكت احس والله احمد اطمنك البث مو علينا بالله واحد عليك حاضر عدها يلا والله نحسب انه بيفطس نبن عايض يا شو اسمه لا لا مب باع هي نفس الفكره باع قال هذا الشكل خلاص جبت لك الكرتي ده مرفوع 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 الطائيه ها عبلك هاك ما تحسب به السفن يا علي والله انك تبشر ما عاد يا خلص والله بس والله انا شفت من جال سالفه كانك ما ايش ان شاء الله ما واضح يا ما تحسب به عسل تبغى كوكتيل؟ يلا يلا فواز علمنا بس متى بتبدا بس ايوه ما يفوزون يقولون خلاص ولا تحط انت سنتربا بيكون مكان والله ما حطيتها جيت وين موجود ما ادري من حطها يا ولد عندي ضيم في الفقره ذي اللي تحت الرقبه على طول لا 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 نوم نوم جاد لا فوق 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 ايوه إلى الآن ما لقينا المتسابق المميز اللي يشدنا ويحرك عواطفنا ومشاعرنا صحيح شو رأيك؟ والله أنا أقول هو لا شك ما على ما قال أخوي وليد أنه ما وصلنا للحد اللي نبغاه اللي هو المستوى العالي في قصص حكت لكنه شوف أنه يعني زي ما قال متكررة صحيح صحيح بس حنا ترى يهمنا القصة المؤلمة اللي تهم شريحة كبيرة من المجتمع جميل جميل ولا لا؟ أكيد صحيح علشان كذا حنا لنا كم يوم الحين ندور بأكثر من مدينة ندور عن متسابق ملهم إلى الآن ما وجدنا فعلا في قصص معاناة كثيرة وملهمة لكن حنا ما نجامل في مقاييس اللجنة أكيد أكيد ما فيها أي مجاملة أكيد هذه أمانة طبعا وللأمانة أنا متفائل جدا المسابقة اليوم إن شاء الله إن شاء الله يقولون لي المتسابق الثاني جهز أوكي متسابق الثاني إذا جاهز يجي متسابق التالي إن شاء الله ما يصير نفس الثاني. الواضح إنه متسابق يعاني من. خلينا نروح نساعد أنا. تفضل. مكفوف في المتسابق الثاني. نعم مكفوف. الواضح إنها قصة مؤلمة. والله يبين. السلام عليكم. عليك السلام. الله. خلينا نساعدك. شكل متسابق هذا مميز لكن الظاهر ان شاء الله استريح ممكن نلقى ضالتنا في هذا المتسابق ان شاء الله استريح صالح شكرا لك صالح الله السلام عليكم ورحمه الله يا هلا ومرحبا فيك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قل ما تعاني يا صديقي انا اعمى ولدت في بلد يعاني من الاضطهادات ودائما وقبل ان انام تخيل والدي وأتكلم معه لكم أن تسمعوا صوتي الداخلي يبا قبل كنت تقول لي قصص عن ناس كافحوا بالحياة علشان أقوي من إرادتي وعزيمتي وأواجه دراستي بنجاح وبعدها توقفت أنا أدري أنك وقفت علشان الدراسة وقفت بأرضنا بس يبا أنا عرفت شيء جديد يبا باقي مدارس أرواحنا ما وقفت أنا تسامحت مع نفسي وصالحت مع الحياة لكوني أعمى لكن بروح لله وبكلم عن أمي اللي كانت تخبيني علشان تدافع عني وماتت وأنا مستخبي وما أدري
انتظرها ترجع لي وتطلعني. وطلعت قالوا لي امك بيت في امك ماتت. وبقول لعن اختي، اختي اللي كنت استمد قوتي منها، وكيف كانت تواجه الحياه بنظره مؤقته لاي شيء، وكانت تقول لي دائما ايا كان شعورك يا فواز اكبته بداخلك واطبق فمك. فنحن بشر ننسى، ولكن عند الله لا تنسى كراماتنا. شعورها لن أنساه، وسأخبره عن أصدقاء كانوا لي إخوة ماتوا بشرف، وكانوا يقولون لي الهزيمة يا فواز هي أن تقف عند الهزيمة. وسأخبر الله عنك يا أبي وكيف كنت تدافع عني، وأحياناً أضايق وأقول لك أبغى أطلع، تقول لي يا بني كن أبي. أقول لك يبا الموت بيجي أياً كان شكل، أنا بموت، الحياة واحدة يبا مهما اختلف الشكل كلنا بنموت. كنت تقول لي فواز أنت آخر من تبقى لي من حياة أدافع بها لبقاء حياتي، ها أنت مت ولم يبقى إلا أنا. سامحت تصير الحياة كوني أعمى ولم أرى أشكالكم، ولكن أعلم أني عند الله سأراكم. لم يبقى لي إلا شيء واحد دائما أكرره على صديقي، إن مت فلا تبكيني واكتب على قبري لقد عاش الحياة. ورحمة الله وبركاته. عن الحين الفواز صدقي مش أعمى، والحمد لله على الحياة اللي أعيشها. بس أحياناً ما نحس بقيمة حياتنا إلا إذا حسينا بغيرنا. مثلاً يمكن تجينا أشياء سيئة نعاني منها، ونتوقع وقتها إنه اللي قاعد يحدث لي هذا ليش. بس تأكد إنه مهما حدث لك شيء سيء غيرك يعاني الأسوأ، وغيره يعاني الأسوأ كثير. يا أخوان ممكن تقولون إنه هذا الكلام سهل ينقال، الكلام من الفعل أبلغ، بس هذا شعور أنا عشته. أصعب شعور هو إنك تعيش وأحياناً تتذكر ناس وتحن لهم، لكن ما تقدر تواجههم لأنهم فارقوا الحياة. هم صح انهم يعني مقتنع اقتناع كلي اني من داخلي راح اخلص لهم بدعائي، راح اخلص لهم باشياء، بس ودي ولو يوم من الايام اني اسولف مع جدتي، ودي افضفض لاخوي الكبير، ودي صراحه اسهر مع خالي، وما اخفيكم بعد انه ودي اتقهوى مع عمي. بس الله يرحمهم جميعا، هم ماتوا بس الموت ما يستطيع أن يقتلهم فينا. مرة من المرات كنت أكلم أبوي أقول له يبا، بس أني ما كنت أكلم على أني أنا كفواز، يبا الناس اللي تعاني واللي تفقد هم بعدين يقدرون يرجعون مثل ما كانوا؟ يعني كيف ترجع حياتهم نفس أول؟ كان يقول لي أبوي وقتها فواز ما يرجعون مثل أول؟ لا، بس ممكن يرجعون أفضل. ممكن أبوي الحين يدري أني كنت أتكلم عني. بعدها مشيت من عنده وصرت أسأل نفسي،
وأنا مؤمن بعد بآية بل الإنسان على نفسه بصيرة واتجاهة الأقرب الأشياء لي اللي هي القراءة. وكل ما أقرأ جيت أبغى أخذ لي كتاب أسأل نفسي أنا وش قبل هذا الكتاب، وبعد ما أقرأ ألقاني أنا بس في أشياء ثانية عرفتها. مر الوقت واقتنعت اقتناع كلي أن الله ما يكلف أحد إلا اللي يقدر عليه، ومستحيل إذا أنت ما تقدر الشيء هذا بيكلفك إياه. بعدها عشت الحياة ببساطة، صرت أناظر الحياة أنه يعني مصيري مغادرها فليش أقعد أقلق نفسي فيها. أي شيء نظرتي له عادية، يعني مو عادية بس نظرة بسيطة، يعني ما أحب أتكلف عشان أحد، وحتى لو كنت أدور حل الأمر ما أحب أني أجلس أدور حلول وكذا. مو عشان ذا عاد هذا صدق فهذا الشيء النقطة دي، مو عشان أني بسيط، أحيانا أقول عشان ما أحب أفكر كثير. مرة من المرات كنت طالع أنا أمي رايحين مشوار نتعشى، وقتها أمي تذكرت أن عندها موعد الصبح وقالت لي فواز أنا عندي موعد بس أنا كيف أنام؟ قلت ما يصير بروح عندي رسحل بروح صيدلية وأخذ كلمة بعدين نايت تنامي بعد موعد تقوم الصبح. أخذتها وتعشينا ورجعنا البيت. فيوم رجعنا البيت كلت هي الحبة وراحت على أساس أنها يعني تتأهب للنوم. بعدها كانت الساعة وقتها 10، فيوم جت الساعة 3 تذكرت أني مغيب الشاحن بغرفة أمي، مغيب الشاحن عن أخي خالد بغرفة أمي. وراح أدخل الغرفة، أول ما دخلت إلا قامت علي، إيش فيك صاحي؟ قامت علي نعم إيش تبي؟ إيش فيك صاحي للحين؟ صاحية؟ قلت لها على أساس أكلمك في الحلم، هي صاحية. قلت لها لا، طيب إيش يعني؟ خلنا نطلع برا نسولف. طلعت وقتها هي واصلت على أساس تنام، وأنا وصلت على أساس أدور حل، ونامت وراح علينا الموعد كلنا. ما كانت نظرتي عادية، يعني أي شيء ما أحب إني أسوي فيها زايد على أي شيء في الحياة، يعني ما أحب إنه أتكلف عشان أرضي، أو ما أخذ الحياة بنظرة عادية جدا، يعني إن رضيت عن كوني أنا ولا عساك ما ترضى عن أشياء أني أنا ما أبغى أصير علشان أرضيك. لكن الحين بالوقت الحالي أغلب المفاهيم تغيرت، صار البسيط عن غيره فقير، أو يمكن يكون فقير بس مو فقير لك، فقير لله. وصار غربية الناس ممكن تسألهم وش أبرز عيب، يقولك والله طيبتي زايدة. إيه إيه طيب الزايدة مش عيب، إنك تكون طيب معناته إنك أنت تظن الخير قبل إنك تظن السيء، إنك أنت تقدم أعذار علشان ما تبغى تشك من حسن ظن فيك. ولأن كلنا عارفين إنه الشك نهاية أي علاقة، هو بداية عتبة لنهاية أي علاقة. وفي بعض الأمثال اللي صدق يعني ما تمت للواقع بصلة، اللي مثل إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. ليش احنا عايشين بغابة؟ عايشين في الدنيا يا ناس، والله جد. فشيء واحد أنا متأكد منه إنه مهما كانت نيتك طيبة فالله بيرزقك عليها، ومهما قعدت تتكلف أو إنك قعدت تعيش على أن أشياء ثانية ما بيصير إلا الشيء اللي أنت تبغاه يصير وأنت مثلته. ساعات يا أخوان أفكر إنه الله مستحيل يضرني بشيء، لو اجتمعت العالم كله علشان تضرن أو تضر الغير بشيء ما راح تضر إلا اللي مكتوب له، ولو اجتمعت العالم على أن تنفع ما راح تنفع إذا مو مكتوب له. فعلى إيش التكلف والعيشة الحياة بسيطة يا أخوان. بعدها يا أخواني في الحياة بصراحة بشكل عام، أنا بقول لكم بأمانة أنا ما رتبت شيء، قاعد أتكلم ككلام تلقائي. في الحياة ما عمري حسيت يعني أن اللي أشوفه من الأشخاص والناس أنه القوي صار الضعيف، أنه تمر ظروف تفكر فيها أنه والله أوكي هنا وبس. لا يا حبيبي، الأشياء السيئة ممكن تصير بس
الأشياء السيئة ما صارت لك إلا أن الله يبغاك تتغير أو أنه يبغاك تصير أقوى بشكل آخر. مهما عانيت من ظروف فتأكد يعني في الحياة البقاء مش للأقوى، البقاء للقادر على التكيف. اللافتة يا أخوان أي هذه بنعيش مصيرنا بيوم من الأيام بنموت، فليش نقلق حالنا؟ ومهما عشنا ففي الحياة البقاء ليس للأقوى بل للقادر على التكيف. الانشود يا جماعة. عيشي وسعى في حياتك في حياتك وانا بسعى في حياتي. عيشي وانسى ذكرياتك ذكرياتك وارسم احلامك البكرة وارسم احلامك البكرة. انت سير وانا سير كل واحد له مصير، لو يصير اللي يصير لازم نوصل للاخير لازم نوصل للاخير. الحياة احيان تقسى والحياة احيان حلوة، لو قست والله منسى ايش معناها الاخوة ايش معناها الاخوة. بالمحبة والتعاون نطوي دروب الصعاب، لا رضينا للتهاون يثني يعزوم الشباب يثني يعزوم الشباب. بالمحبة والتعاون والتعاون نطوي دروب الصعاب، لا رضينا للتهاون للتهاون يثني عزوم الشباب يثني عزوم الشباب. اجتمعنا والطموح نرتقي باسم الوطن، والهدف نبني صروح العز لو بغلى ثمن العز لو بغلى ثمن. نتبع سير الرسول وانت واصل بالصلاة، نسأل الله القبول والتفاني في الحياة والتفاني في الحياة. شباب 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 شباب. وقبل ما نختم مرة حس بمعاناة الآخرين عشان تحس في المعاناة اللي انت عايشها قديش بسيطة. ومهما عانيت السيء غيرك يعاني الأسوأ وغيره يعاني الأسوأ كثير. مين؟ الله اللي بحكي عليك يا درر يا رجل درر. تبى تضارب ولا تبى تسلم؟ لا أخاف انك تطيح من سيارة. موفق خير يا وش هالزين يا حبيبي يا حبيبي. خير موفق خير. استاذ استاذ وش هالإلقاء الحلو ما شاء الله والسرد رائع. السرد حبيت الارتجال قلت لك والله بدون ترتيب سير يا حبيبي. شكرا شكرا شكرا. انا وما شفت كتابك شكرا لك ما شاء الله عليك موفق ان شاء الله. فوز يلا حبيبي يلا فوزي يا فوزي يا عبايب. حتى شباب ما لبسته سكتهم شوي اعطي تسكيت عشان يقل الفقره بعد ربع ساعه. شباب 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 مؤتمر حياتي والله عندك كلمه رجع شباب مؤتمر حياتي بس مو بالحين يا كابتن دقيقه الحين الى خل ذاك انت اي مؤتمر حياتك تبدا مؤتمر بعد اي بعد ربع ساعه الساعه 11 بالضبط ايه يلا بس اعطي معلومه انت بس اوكي انا بعدين يسكتون عشان يسمعون الخلف الاشجار فهمت شباب ليه انت هنا ها انت خلصت ايه ايوه طيب بس انا عشان الشباب ينتبهون وينتبهون اللي بعد ربع ساعه ساعه بعد ربع ساعه اوكي ايوه شباب 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 بعد ربع ساعه شباب شباب محمود محمود
مؤتمر حياتك يا فواز يبغى الكلام بعد ربع ساعة مؤتمر حياتك الساعة 11 مؤتمر حياتك مع واحد من الأشخاص اللي ما تعرفون منه. طيب أبي خلاص يعني اللي كسلان يتحرك ترى باقي 10 دقائق. سم يقول ارقسم وخلك وين وقدم وخلك اسمه كبير لوكا والله فخم حطها و وبعدين سير السير طويل الصديق والله لا هذوليك صغار حليله شيك مكسوره فذم والله انكسرت هذه حلو حلو الضيف ثلاث ساعات يعني الشباب يعني والله ما قدمت الا ثلاث ساعات والله انا والله شوف بس حبينا نطلع كلنا عشان زينكم حول حول فواز وكذا زينكم يعني طلعتوا عشان كل مشهد يطلع عشر ذا اقول امشي امشي لا وليد نحتاجه قدامنا عشان نشوف الوجه حقه اي صح صح هذه صح والله تعبان انا لا 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 بإذن الضيف وين بيجي؟ هذا خليه الضيف لفها كذا لفها لفها لا لا لفها عكس 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 لف بعد لف 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 خلها لافة خلها كامل كذا كذا اي ما تبغاها كذا يعني اي كذا والكرسي هنا للحالة خلنا ناخذ الكرسي ذاك نجيبه هنا وين مخادي؟ انا ودي اروح لل لل ارحب ذا شيله بس تعال بالله عزوز عزوز تعال هذه بس إمام مسجد في بلدكم يبون بلدنا هني حالك حال الناس حال كذي تعال وياي تعال عرفت هني إمام مسجد في بلدكم هني حالك أو حال هذه سوا يأشر على شيء عشان لا يكون استنقاط مؤتمر لحظة سرور مؤتمر الحين شوي بعد ربع ساعة لك عندك إيوه متى يا أخي صدق للحين ما جابني عشان المؤتمر تبيني أطلع نموني مو مسوي لي مؤتمر يا ما عليك خوف يا حمد الأسبوع الجاي متى المنظم الأسبوع الجاي وعد كذا أنا كنت كيف مسويها كذا لا أسحب على شواري يلا مو مشكلة حبيبي كلمة جميلة واشكرك انك شكرتني على اللوحه والله جميله جدا اخي اقسم بالله العظيم هذه تاخذ عليها درجات ان شاء الله اخذ عليها درجات ان شاء الله وتابعك حرفا حرفا زين اول شيء تعديل احمد مسعود احمد سعود تعديلات الحياه يلا ما مشكله زين اخوي السلام عليكم اخوي بس قراءتك للقران فيها خطا فواز الشمالي منو انت عشان تعلمني اول شيء المفروض تحط ان فواز قاعد يقرا اي اوكي فواز لازم تحط شو اسمه فواز يقرا قران يقرأ آيات من القرآن تبوني أسوي لكم دقيقة يقرأ آيات من القرآن الكريم شيء ما نقدر شيء كم كومي انزين شيك حسن ما شر لا والله بس نوم ما نمت لسه عزين فوز الشمري يقرأ آيات من القرآن الكريم أحمد سعود السلام عليكم في بسبراتك من القرآن أنت عشان تعلمني قراءة القرآن أنا إمام مسجد ومحفظ القرآن ومحفظ قرآن حلو يا الغالي الغالي وشمي وخير يا طير إمام مسجد وتحفظ قرآن هذه مو عندنا هنا إمام مسجد خير يا طير إمام مسجد ومحفظ في بلدكم مو عندنا إمام مسجد ومحفظ إنزين في بلدك مو عندنا أنت وبنيني أشر أنت والطوفة عندي سواء هاي تكون قوية أنت هني مثلك والطوفة لحظة خلنا أعطي أنت هني عندي شو نقولها أنت هني عندي أنت والطوفة سواء ما في أنت فرق. هني عندي أنت والطوفة سواء ماكو فرق لا مش الطوفة ما له شغل أنت هني والعمود سارية مسجد مثلا ها؟ سارية مسجد حلوة لازم يشي على شيء جمال يعني أنت ما تفرق بشيء كذي يقصد بنغالي الهندي لا لا أنت هني
انت والطوفه هذه مثلا طوفه 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 مو عندنا. انت هني انت هني والطوفه انت هني عندي عندي اي ما تقول انت تقول هني عن هني عندي انت والطوفه سوا وا او واحد مو عندنا دقيقه عندنا بنعمم فما انا بنعمم خلها عندي عندي محفظ في بالك مو عندي خلها بكتب لك محفظ في بالك وخير يا طير امام مسجد محفظ في بلدك اما هني عندي صح عندي انت والطوفه سوا بعدين ماكو شنو فك بس بتنتهي بالكيو بالماكو فك فهم لأن في أفلام آخر شيء واحد يتكلم عن الشيء هذا عادي عن المشهد إنه كذي خلينا نشوف الأخيرة بس أشوف التعديل حمد كان عليه الصلاة والسلام من أجمل البشر ومن أفضلها زين إذا جبت كلام مفصل كذي تقدر تقول كلنا شفنا المقاطع الثلاثة اللي مرة وغيرها كثير وكثير تكون شيء حلوة لأنها أنت فاهمني كلنا شفنا المقاطع الثلاث وغيرها كثير وكثير النبي صلى الله عليه وسلم هنا تبتدي فتقول كلنا كلنا شفنا المقاطع الثلاث لا تذكر عادة ما يذكرون شنو أحمد شنو عارف معلش مقاطع يبونك عشان تسوي مقابلة مع الشباب في البرك نسيت بس ترى قالوا لي باسم خليه يروح الحين يلا معلش خدته من عنده بس يلا يا زين سعد قوم هو قال يلبس عد ملابسك قال يلبس عرفت مخالف كلنا هذه بعدين ازيدها خلينا نشوف اول شيء النص نص جميل صح لا طويل وغثيث و مقبص ولا وجه وجه ولا ضبع ما حصل ذبة تورط محسن كل خبز مو فاين ها يلا اي خدمة بروح عند محسن يعني مطلوب مني اضحك صح اسماعيل صح كيف عرفت الله حشرت شكلك اسمع اعطوني بالاسف يا سمسم لبيه بن عم انت ضربت احمد قبل شيء كويس هذا اللي انت تفضل تفضل مكنتها بن علي ترك بس على ترك الباقي لسرور انا ما اقدر اتعشى بن علي عشان واحد يخرج عن سيطرته يحسب انه طلعنا برا وكشته ترى باقي على البث احنا ما ادري الله يصلح قلبه اللي كبه بالله اعطني مزني الخبز يا ولد الخبز افزعنا ذا الخبز او الكبكب تجيب كلها ابو محمد ابو محمد ابن عاير ابو محمد ابن عاير رجع ما يرجع ابن عاير قم اضربه ابن عاير بوضوح اضربه وابشر بسعدك انا اخوك على الامان من عيني كفو يا ابن محمد محمد ابراهيم محمد دي لا انت الضيفه هنا وين احمد سعود مع جوال اتوقع عليها لا مفاجاه اروح لنا بعض الناس يسوون سيلفي والله يا ناس هذا السفير ما عليه خصم عادي
الله لنا يا سيفي عندك كتاب سعد مالك حسن كوشه لا الوقت مرتين الثانية لأنه ما حصل الدب حتى جايب شاح يا قلبي سعد اخترتك تعال اقول لك اي والله اخترناك تعال الله يصلح قلبك الخبز يا ابو مسفد لما يجيك بعض الناس مصيح على خبز على بعض الناس مصيح على خبز على والله لا ايه الساعه يغنيها والله والله انك ميدي ايش طلب طيب لا بندر 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 قصد بندر طيب يلا عندك الرموز يا سلام الله سلامي عالجواب لم الغنامي جينا ننصحكم عساكم كلكم اللي تمام يا سلام الله سلامي إذا قاعد يصور إذا قاعد يصور خلاص شباب شباب الرجال قاعد يصور إذا قاعد يصور قول لو سمحت خليه بس طيب يا سلام الله سلام والله عيب والله عيب والله عيب والله عيب والله عيب والله عيب عليكم اشتروا لي شوي 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 قاعد داخل حساب 1-2-3 يلا يا سلام الله سلامي لا 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 نعزم انك خلصت التصوير ها؟ طيب طيب يلا شو يقول؟ معي بجي برضه بنخرب ما قلت يا عبيك عشان بس صور احمد يروح خليه يبدا بس طيب شوك مستحي وانت تصور ترى عادي لك قدام 20 كاميرا هنا وذي واحدة ما غير زود زود يا صالح زود يلا 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 تعالوا يا سلام الله سلامي هي هي كلم المنظم عشان عشان تعرف ان ما انا حولك في البداية وتجي تقول قد سرت حولك عشانك بس والله دقائق ترى تقع بالنواص في بني عمرو على ذا الخشب في حلبة في حلبة خلاص عشان الرجال بس والله عشانك يا الطيب والله انا كان حرشتنا والله علي يلا يا شباب اللي يبغى زياده في واجد ها اللي يبغى في واجد ما نسمعك بس شوي اللي يبغى زياده في واجد عندنا في ايش زياده بيض الله وجهك يا ابو سياف بيض الله وجهك يا قلبي يا اخواني نبغى نقول بعض الناس زينا قبارك نبدا ولا استحيت من رجال عين ابو ولد والله اني لا ضقت فكر فيها في ليه سمك احب قلبك على ما قال اسماعيل يا قلبي يا قلبي مقلوب ايه يا قلبي لا بدون تفاعل ايه يا قلبي زود زود عشان اسامح يا قلبي دبل ها يا قلبي والله ما يسوي والله ما انصحك بيطعني ثلاث مرات عايز كوكب والله يجيلك يوم قال بيمزح معي دقاني بكفين قاعد يجزني ساعة منو منو يا رب منو منو تركتك رحت عند العداب اسمع الصوت جاء منصور انه يدق ذاك الاسمراني اللي كان معه يبقى مورا وحين نسولف معك الحين نقول كيف اذا مثلا تبغى تدافع عن نفسك وجاك يا اخي نوجه فقره قلال عشاء كان عقرته وخليته نروح نتابع بس دي الفقره احلى يا سلام الله سلام يا خليته نعقره هو اللي معه ونصير نتابع الفقره حقه والله ما ظنيت نعقرهم لكن يعني نسوي اللي علينا نجتهد والباقي على الله صاحب مسفر بيزيد الصف معهم لانه مدربه من يقدر زيادة والله انا اشتاك من تهيني ازاي قوم السر
احنا نمزح نمزح ورا اخوك. يلا الدنيا ساعه يا ابو مسعود. لا تنزحون باليد، لا تنزحون باليد. ايوه ادرك قايم علينا. لا والله خلي على نفسي. المهم تخلصون من العشاء على طول ها؟ بالحين. تم 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 يا ابو حمود ابشر. والله باقي معي شغلنا في الاعداد، لكن ابو حمود مع رجال هذا صديق. سهل. ابن عاير. ابن عاير. وين راح قلبي؟ قلبك؟ زعل. لا اجيب السكين عشان يقلبه. فوق العافية. مسألة العافية. ابشركم الرجال اقتنع. يقول انا ابراهيم سبذا. من اسماعيل اخيرا. طيب اعطيت ابو كاتم خبر؟ باقي. والله اظن ما عنده خبر. هذا يبغى ورق انا بشوفه. لا لا يا شباب حموضة. اكل. حموضة. انت يا فلة. حموضة. حموضة اسمع كلام ودي اسمع كلام لأن ما هو حموضة اللي تجي مورا قلع نبا دوا دوا هذا مقلي مقلي طماط كله حموضة أشوفك تتقلب في الليل قلب والله أجيب حموضة لكن كثر ما يا علاء بالعافية من ما يجيب حموضة حل الماء لا لا بس رأيك المقطع يخفف الموضوع حموضة الله منكم جعلة بالعقل يا والله كل يا ابو حموضة ما عاد صارت تجي الا من الواجهة يا الله يا حكيم عرفتك عرفتك والله يا روى اني يا بخت مصنك يا اخي العجوز يا بخته يا ابن عاء ابو هايد خلاص مكتب وتابع لا الحين باقي شوي لان رحت له تو لا لا صار لي ساعه واحده تلكت واحدة يا دسمك علي ببيت احنا قاضين منها واحدة قال لي واحدة ورقنا نبغى نسلمها على الغايب وليد اشتغل وليد دمتك ها وليد بس يا اخي ضيع الورقة الأولى شباب والله ما يصلح يا مثلثة خلاص ما عندي وقت ضيعت ورقة الأولى اي ورقة ايش بك يا عبد خليتها بغرفة عباس عندي وقت يا اخي عباس اي عبابة والله ما عاد وقت والله كنت مالك صغير لازم ما يقل عن 10 دقائق ايه نظام جديد هذا 10 ايش قال ما يقل عن 10 دقائق ومو اكثر من ربع ساعه نمطه ها طيب امطه الحين شوي مواقف جاك زي ما اقول لك والله والله مشهد بسيط بعطيك اياه كومبارس الكومبارس كومبارس الكومبارس شفت اللي مروا كله بجوال بسرعه ايه. انا ابغى وبتكون افضل مثل ودي تقنع واحد معنا يقولون كان بتهبوني البطل ولا الذي لهون العنواد طيب انا صاد ابو حمود بنيت قوته الساعه 1 يعني معنا وقت ساعتين الحين كذا حرام عليك نفس هنا ولا هنا والله يلا بالبطل ليه صايم 34 يوم توك طبط طوح حمد خلونا نجي معكم خلوا حمد يحط بطل سيناريو عند اسمه عند عبد الله عبد العزيز وبنقنعهم سلمى صح زحلق خلي يعرف البطوله وتجي خلونها ناس ما ادري كيف يفكرون يحسبوا البطوله غير لعب كوره شاعر ماني مجي يمثل لازم يمثل البطوله يبغى لها ناس انت عندك مواهب مدفونه يا زي ما ابي مواهب عزوز يلا زي موهبه هذه جوتوسكو وما ايش اسمها هذا خلصت دمهم شفت محزم اصلا شباك يا عيل صح بعد الضحكه من الوقفه شوف ما يد لا من يد لا 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 عبد الله عارف عارف حق الظالم صح انستغرام ولا سناب ما شاء الله طلع صوت حلو فيها تعال يا صالح جبت لك حاجه كم مدته كم مدته اي والله كم مدته حسابي جبت لك حاجه تجو كم مدته انا صورت 40 ثانية احمد السعود لو خلوه على راحه تصور دقيقتين صور يوتيوب ايه وهو يبي اصلا الى 50 ثانية كذا صالح باقي جاهزه تعال في حاجه انا كويسه بطاطس تحب البطاطس تحب البطاطس ابى اجيب له صحن لي انا وياك ما شاء الله هذا ورق عنب لا لا تبتسم يا لا يا بعد ما ستك يا اخي ايش فيك الله يطول عمرك الله كل طول عمرك يا عزك نمون يا بالع الزانة انا ما وراك انا اقول ليش داعي له اليوم يجي اتصالات والله اني دعيت لك من قلبي يا العز لبع عين لان اشوف ان كلنا فرحنا انت كم مره ما فرحت سمشه منحب والله صارت مرحبكم يا ابو ابراهيم ما بعد عين والله نحف ولا نبخ هواء نحف هواء ولا تحت البث تحت البث ولا تحت الكلب كلب ولا صور يا عيال هذه اخر الليل اخر ها
اخر الليل صور ولا محمد الجهراني سمعناه 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 اسرع 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 بعدين بعدين ما يفهم الا وش المشكله بعدين بعدين جايب العيد يا ابو بعدين شهراني متتاليين يعني ورا بعض بعض ام باكل اضحكوا باكل يلا عندك صلاه هذه ضأنا ماعز ماعز الا اللي يعزك يا شباب شاركونا ينام علي يا عيال اليوم 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 يا شباب صب يا ولد خمسه يا ولد ها اليوم نقلب كشكول ما حد ما عرف له ها الا صالح ها لا بلش أمس ما جاب ولا كلمة أمس بلش كله لا ما هو بلش بفلوس بفلوس ها بفلوس ولا بفباب خلاص حج على الرجال حج على الرجال ترى 40 ثانية تذكرها اللي قلت بفغ ولا بذم بذمة ولا هني؟ ما لا 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 واو ليش عزوز ما له علاقة؟ واو لا ما له علاقة عندك أبد حلوة حلوة ولا سؤالوة؟ حلوة حل يعني لا منصور لا تنزل المستوى هذا طب بديت تترنح على المستوى يترنح ولا يبلغزان صحني وينو صحني وينو جا 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 عصب عصب جا جا عصب ولا الميدا الميدا ولا ميدي صحني وينو ولا سلق عطاني الميدا صحني وينو وينو ولا وينه؟ ها؟ وينه؟ ها؟ خليني اقول وينه عشان تقول ها. مشكلة قاعد يسجلون. لا لا الحين ما في احد. سحب الجوال طفى. وين هلا وين ميو؟ واو الوطن الوطن ولا عكاظ؟ ادري عكاظ ولا صوت العسل يا عسل رايق احنا عليه ها؟ ها؟ كيف؟ كيف ولا هيل؟ هيل يا طير يا طير ماشي على هونك يا ضار والضار نيك ولا يوزر نيم نيم ولا صاحي نيم ايش ولا ازيد هرب ولا سفن اسف والله ازيد ايه اصيده 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 يقول اصيده ايه اصيده 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 ولا اقنصه طياره ولا سمجعون يا وياره يلعب على الطبقه اللي فوق اوكي اوكي هد وضعك يا كابتن جعوني ولا شبعوني يا جماعه شبع عيوني ولا شبع فمي نذكركم يا جماعه عن طه تجين ولا تجين تجين ولا تروحين تروحين ولا يبقى فيك مفعول منصور دامكم مشيت عليهم كلهم يا علوي الكراكيت عند من عند فايز مدخلي مدخلي ولا مدخلي ليش يو مش قلت مهرجي ولا ما جاء
لا من هو مدير الاعداد الربع؟ انا اللي نزل. لا ناصر الحربي. الحربي؟ ها؟ حربي ولا مدني؟ مدني ولا قريتي؟ قريتي يا روحي قريتي. قريتي هذا؟ علي قل لي يعطينا كاتشب. كاتشب ولا طفي نار؟ وش كاتشب؟ ولا كاتشب؟ دليل دليل دليل. يعني كاتشب ولا كوم اللي شب؟ لا أنت ما قلت. من عيال؟ أنا بجيبكم لين تحضر بكم. عطوا يا عسل. اسمع ثاني. يا وليد. أنت بالوضع. لا 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 طيب اسمع اسمع ها وش يا حسه ها ماك خبز تعال ما اعرف اكل انا قاعد يجيب له ذبه ما شاء الله قاعد يجيب له ذبه ها سبعه خبز ها سبعه من فرق المحبي هات هات خبز يلا اعطك سبعه إيه علي يلا سبعة لا خاتم خاتم ولا عيا يقول سخيفين أم دوبابا دوبابا ولا نامسة نامسة أمسة ولا ذا اليوم صوتك ها من هو قاعد تصور بيت صور يعني خلاص والله الناس في لا أمسة أمسة وين راح صور يا حلي راح لي غرفة العزو خلاص لا يا بالنار أقوى هناك أسعد قلت الزين زين يا ابن الحلال ها زين زين عاد سعد الكاتب اللي يصور ايه له ساعة عيد زين لا ساعة من عندي من دليتين جب 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 شي يضرب ابو جب 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 ولا صالون سواسكم يا الرب لا لا عطوه خبز منير منير ولا مطبي ايش قلت انت قبل 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 ايش قلت مطبي ولا ما مطب لا ايش قلت انت صالون ما مطب لا تجيب مطمئة بغيت أطمع طم مثل معك صالون ولا صابدلون شخص سرور قل صارو ولا مطعم سرور ولا حزون سرور ولا حزون حزون اني يحفظ الأرض يعني حزون بابا ولا ماما ماما ولا ايوه ايوه لازم نفهم بسرعه ها بسرعه النوبه قلبيه يعني مات بسرعه نوبه قلبيه قلبيه ولا هينكس ايش عنده ذا يقعد يسالنا الله يكفي شره يا بتعسى الربع نعم كذا الله قد اعطوني امس وعيت من الله اكبر لا 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 هذا شنو عجيب والله ايش هذا والذي ما يعدك فايده لا تعده راس مال الحين لا مصطفى ولا محمد سيد الصدى موجود يقول وانا ايش امنعوني شركم لا عزان يا عوال بامية والمكرون عايق محمد عايق محمد يطلعون يطلعون عند الباب وخلاص بعد المساء شكرا خاص لمنير وطه على هذا العشاء نشكر شكرا ايش الخضر اللي يبغى ياخذ بطريقه كيف؟ يلا
لا 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 وذني قدام اخذ عقله شين طلعت بسبكر اصبر والله نشكر اول شيء قهوه زيت رصيدك وفرونا المساج وفرونا هذا ولا قصور في الناضج وفرونا هذا الميكروفون اي واحد عنده مشاركه على طول الصدم موجود شباب مشاركه عندك وجه الدار هذيك اللي قلت لك نعلمك بشيء يلا يلا يا نبي والله ما اقول والله ما اقول يلا يلا لا 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 واثنين قدام مرة صالون في أربع مرة واثنين قدام كبت من نيتك وزواقهم والشاي سكر الباب لا سكر مشتاق شكرا شكرا يا صالح على هذا الميكروفون شكرا الله وفقك ان شاء الله وزوجك شجرة حماطة انت روحي يا نبل يا ولد حجي شوف ان الرجال منفع المره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف حالك الحمد لله بخير رب ما بخلاف اشوفك عتبال على يا اخي الجوع يسوي سوايا يا الله المستعان طفي المكرم ما طفي صدى ايه الو ما يطلع لازم صدى نعم. واحد الرواد اللي قد دق في النحمة دلين الله يجعلها بالعافية الرواد يعافيك ممكن نتعرف على اسمك هلا اخوي طيب تعال هنا عشان يشوفك ابو خالد ووليد كيف تقييمك للعشاء بيض الله وجيه جمل الله حال حال قربه اصبر عندي عشان محمد سيد يا مسكين استغني عنك يا ابو سيد يا رجال ارجع لا يا متليبه اي صله هذا الكلام اللي قاله صالح قرب محمد سيد خلاص نقدر كذا نقول ما عاد نقعد نطلب كل شيء اوكي اوكي والله نفخهم والله نفخهم والله يعطيك العافيه شكرا الصدى يطلع على الميكروفون ذا كلمه توجهها يا منير الصدى من هنا اللي يبغون يعني دقيقه دي سماعه ولد عشان ياكلون من الناضج والله في اي وقت تفضلوا الله يطول عمرك ان شاء الله الله وجهك دي سماعه دي اللي هنا دي سماعه دي والله اي والله سماعه والله نعم والذي ما الاكلات الجميله اللي مرت علينا هذه واحده منها ملح زين 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 عاد احنا عقب طبخ العيال الظهر صرنا نتقبل اي شيء اي شيء عادي اصلا اكل العيال صار من احلى الاكلات يا هذا متى يوم تروح الكويت لحد لحد واعلان قوه الثانيه متى لحد يوم اثنين لحد هو لحد. راح بعد البرايم على طول مشى صح اي لحد رحت ورديت تثمو حلو رجع الاثنين اخر الليل بعد القوه الثانيه يعني يوم الاثنين ما عليك شيء يوم الاحد بس ايه خايف يلحقك خصم الطلعه ما لك دخل والله خايف اليوم ما جيت اتصالات والله صح اني ما غبت عن اي شيء ولا عن فقره ولا كلش بدري لكن ولو لابد الخوف والله بدرك تخاف خلص لا في كم ثانية؟ 54 تقريبا
مفتوح حرام مفتوح ذا. مستخلها. ها؟ يلا شويات. والله ان شاء الله خلصنا. سلام سلام كميس بتعشى والله ثواني بس ما هم طولين كلنا ما تعشينا واذا تجلس عليكم احيبا بابنا يا كرام ومن ميث الله يزوجك واحدة تشبه صاحبها. منو ناقي يشتغل؟ مسعود؟ ها؟ عادي صالح قلت الله يزوجك واحدة تشبه صاحب فرحان قال عادي ترى كنا يمدحك الحين فيك الخرابيط هذه ها؟ طيب نسوي المقطع كنت خالك رجالنا ترى ذكرتك في مقطع فذكرني في مقطع ايش قلت له؟ هو تسجل ايش تقول؟ قلت شكر خاص اللي ما سكند باور لحظة يا اخي ودي ودي انت تصور مقطع اقول ما سكند باور اخرب عليك وش تتكلم عن الصدقه بس اي عن الصدقه ايش يقول طيب ها ايش يقول تتكلم عن الصدقه اجي ادخل وراك اقول ما سكند باور لا لا والله انت تطلع حلوه والله ايش قال تخرب فيك انت واحد من المتسابقين ها عادي عادي هو مقطع يعني البركه فهمت انا ما ذكرت احد اسمع والله تصير حلوه شوف شوف اسمع اسمع وليد نعيد مقاطعنا خلينا نعيد مقاطعنا نتكلم نصور ابصور مقطع الحلقه بدنا نقول تبي 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 مقطع رهيب خلينا نصور مع بعض خلاص عقد بيني وبينك اي والله لا شوف يعني نقول نريحك زين وليد نصور مقطع واحد خلني بساله لا لا بالله ابي مقطع صغير بس عم منين اول شيء انا لحالي بعد شوي يكون يكون مقطع بيني وبينك مشترك من الفطار يعني بدل ما يصير لي مقطع الحالي نطلبه مش تقول لهم شيء مقطع الحال عارف احس كذا انهم يبون مقطع بس بيكون مقطع حلو لا بعده اقول خلينا نصور واحد ثاني خلني بشوف بكلمه بساله حبيبي يا حسن يا بعم تبع مهنا ها قلت اخوكم صالح اصغر اخوكم الصغير صالح فرحان صالح طيب فرحان من دولة القصيم اقسم بالله هذا وش كبو ذا يضحكون ذولا وناظر شو مخطين بو هنا لان ليش جالس انا اتابع مع احمد سعود من دولة البحرين جالس اتابع علقت عدته اي زبطته كان مخليه ها كان مخليه تمشي خواتي كلهم اثنين عنده معلش يعني من اللي جالس هنا بس من اللي جالس هنا انكب 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 كيف انكب يعني ما ادري والله انكب فروض حنا ها مقطع بيصير بطل خلاص تم بتكلم عن سوالف الاخوه الثاني مو بتكلم يسولف لا زي اللي بجي بدعي بقول يا رب اصير زي كذا لا نتكلم عن الصدقه وندخل فيها اي اي محمود اذا طلعت معه بلقاءات ولا شيء يعززك رهيب محمود احس زي قبل شوي ما يعززني محمود قبل شوي لا اذا بلشنا كذا بالضبط كذا ويعطيني ولا ايش رايك يعني بسرعه رد كذا جو رايق محمود الله يحفظك مو زي بعض الناس يا الربع ابي يقدم يلا فكر لك الفقره لا جد يعني اجيتوا بتقدمون شيء قولوا لي قولوا سعد عندنا شيء بنقدمه احنا ما لقينا نفسنا شيء كله زحمه بزحمه يا اخي احبك انا شوف ما تحس انك لما جيت تجي تخش والله ما ابي بطاطس دقيقه اللهم يا رب بلا في حق سوالك كذا طول عمرك اهم شيء مو بيدك الوسخه صدمني صدمني ساعه حادث ما السياره ما كل زيت حادث السياره ها لا شلون الحين اكلك لي الحين صار البطاطس بالسكر شلون اكله ايش رايك في صوت ارحب مليون يلا حي الله يسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا
مرحبا فيكم في حلقة جديدة من فقرة مؤتمر حياتك مع سرور. طبعا كما عودناكم كل أسبوع يكون فيه ضيف جديد. هذا الأسبوع بيكون ضيف مختلف بالنسبة لي أنا شخصيا لوجود بعض الأشياء اللي خلتها مختلف خصوصا هذا الأسبوع. طبعا أبيكم ترحبون معي بالجميل دائما وأبدا عبد الله الشهراني. حياك الله يا أخي عبد الله. الله يبقيك. مرحبا مليون. كيف حالك؟ تفضل حياك. طبعا تعرفون عبد الله ولا ما تعرفونه؟ جميل. طيب وش رايكم نشوف تقرير سريع عن ضيفنا لهذه الليلة ونرجع لكم على الشاشات. الله يهين. بروح فكاهية بعيدا عن التصنع وبكل عفوية يظهر لنا عبد الله الشهراني، شخصية مختلفة، محب لزرع الابتسامة بين أصحابه ويدخل السرور بقلوب من حوله. إن أخطأ وجدته يبادر للاعتذار، ولبرنامج حياتك وضع أهدافا، سعى للتقدم والتميز والإبداع. شاهدناه ثنائيا مع أخيه وهو مصدر قوة له، حتى وإن فارقه في البرنامج سيبقى اسم عبد الله الشهراني في دائرة التحدي وسينافس الجميع ساعيا للمركز الأول. ساعي عشان إن شاء الله بإذن الله مركز الأول أخذه. سلم علي وكاتب. سلم علي وكاتب منذ أيام الدراسة. يا بابا نبغى المدينة بالله عليك تودينا. إنسان صعبة والف بسمة ترتسم من طيب خير. يستاهل يستاهل. الله يسعدك. بداية حياك الله يا عبد الله. الله يبقيك اخوي سرور ويا مرحبا فيك. ان شاء الله. انا صراحة متشرف اني انا استضيف محمد من قبلك، والان زدت شرفا باستضافتك يا عبد الله. من الشرف يا حبيبي. يا حبيبي. طبعا اسئلة عندي كثير انا شخصيا، واكيد الشباب عندهم بعض الاسئلة، وكلنا بنعرف اشياء كثيرة خلت عبد الله هذا الاسبوع ما هو عبد الله اللي احنا نعرفه من بعض الأشياء. وش رأيك نبدأ من عند البراين من آخر شيء اللي تشوف؟ طيب عبد الله، أنا عني شخصياً ما له علاقة بالأسئلة، أنا شفت عبد الله البرايم الأخير للأمانة، شفتك يا عبد الله ما أنت زي عبد الله البرايم الأول. يعني أنت ما شاء الله من الآن يمكن تصير ملك البرايمات، لكن البرايم الأخير ليش كان فيها التوتر معك من بدايته؟ والبرايم الأخير أقصد طبعاً اللي فيه طلع أخوك وتومك محمد. والله يا طويل العمر والسلامة، البرايم الأول ما كان عندي إحساس قد الإحساس عن البرايم الثاني في واحد منه بيطلع. إحساس كنت متوتر مرة. جونا شباب متسابقين يقولون، يعني رغم الكلام اللي جانا رغم التعزيز اللي جاء ظليت يعني مقتنع بالكلام اللي في راسي أو الإحساس اللي فيني اللي هو إن في واحد منا بيطلع. الشباب أنتوا تطلعون؟ والله ما تطلعون. صح أنت تيتوم تطلعون؟ والله ما يفرقونكم. والله يعني قصدك إن كان في بعض من الشباب يقول إنه مستحيل يفرقون التوأم. والله ما تطلع. وصلت سالفة حلف، والله العظيم وصلت سالفة حلف. وقتها برضو يعني ما أقنعني لا الحلف ولا خلاص فيني إحساس عن الشيء هذا. في وقت البرايم أنت كنت متوقع إنه بيطلع محمد أو إنك تطلع أنت؟ لا واحد منا بيطلع. كنت متوقع إن أحد يطلع؟ واحد منا بيود. طيب بما أننا وصلنا هنا، وش كان شعورك الآن وصلنا ذاك اليوم وقالوا صالح أقل نقاط فوقه محمد، صالح طبيعي بيرجع معاه الجوهرة، رجع صالح، الآن توجهت الأسهم لمن؟ محمد. توجهت لمحمد. أنا كنت أشوفك هنا وفي نفس الوقت كنت أنظر محمد. في وقتها أنا تراني ما كنت مع الشباب، أنا كنت وراء، لكني كنت كان أنا عندي إحساس إن محمد بعد ما قال صالح توقعت إن محمد بسرعة إنه راح يكون هو اللي بيطلع، وكنا نجهل الجوهرة. أنت إيش كان شعورك أول ما أعلن سامي الجعوني إن محمد هو الشخص اللي لازم يطلع؟ هذا شعورك الأول؟ تو
تبغى كلمة ولا كلام؟ لا لا خذ راحتك. والله إن كانك تبغى كلمة فوالله ما كنت مصدق، وإن كان كلام يا طويل العمر أنتظر سامي الجوني يعطيني. لا خلاص هذا قرار إنه يقول خلاص، واليوم البرايم ما راح يكون فيه برايم، ويرجع محمد. إلين طلع من الباب مرة ما كنت لا متخيل ولا كنت مصدق اللي قاعد يصير. طيب كانت فيه جوهرة ممكن ترجع محمد صح؟ صح. والجوهرة هذه كانت مع من؟ مع المقدم، مع سرور. تمام؟ مع سرور. أنت كانت تأخذك نظرات اتجاهي أنا، وأنا شفتها كثير، وبعض الشباب كان ينظر لي أنا، الكل كان ينظر الآن سرور وش بيسوي. أنا أحترم الشباب وإيش كانت نظرتهم لي، لكن أنا أبغى عبد الله بنفسه وش كان يتوقع من سرور أو إيش كان يتمنى. أقصد طبعاً بعد ما عرفت. بعد ما عرفت ولا قبل ما عرفت؟ لا خلنا ناخذ الثنتين بشكل سريع. أول ما قال جوهرة أنا اللي في بالي أنك تعطي الجوهرة يرجع ولا أحد يطلع براي. جميل. فجيت طلبتك أنا على أساس أن تعطي الجوهرة، واللي كان في روسنا من الحركة اللي بتصير طلبت ما تعطي الجوهرة الأسبوع الجاي إن شاء الله. الجوهرة ندري إن من جمهورنا راح تجيك إن شاء الله الجوهرة اللي هي الماسية والتعوض. طيب بعد ما دخل جوا وجوني الشباب يفهموني الوضع، قالوا ترى سرور أنا استغربت إنك ما أعطيتها على طول. جميل. فجوني قالوا ترى سرور ما أعطاه لأن لو أعطاه الدليل بيطلع في الموقف صعب. في وقتها تشوفني على طول دخلت من جوا طلعت برا، ما لمتك من بعدها على طول. أنت بمجرد إنك عرفت يعني تغير، عرفت إنك في موقف صعب، أنا حطيت نفسي مكانه مكانك. وقرار يأثر فيك؟ لا نهائيا. نهائيا لا، ترى خذ راحتك. لا شوف أنا ما تجاهك أنت ولا بشكل عام. لا لا تجاهي أنا في قراري ذاك اليوم، سواء أنا أو أي أحد من المتسابقين ذاك اليوم. القرار اللي كان سبب رئيسي وكان القرار يقدر يملك المتسابق أنا أو غيري أني يرجع محمد ويجمعك فيه في هذا البرنامج. بشكل عام أكيد أثر فيني عشان محمد، ما ودي أنه طلع، لكن بشكل خاص لا أنا يعني ما ألومك على الموقف اللي كنت فيه، موقف صعب جدا. طيب الشباب لاحظوا والكل لاحظ أنت غيبت أول الأيام. أول يوم أول يومين تمام غبت، نجيك داخل نقولك تقول لا أنا اللي أنا أعرف متى أطلع، وأنا أصلاً ما أدري أكمل ما أكمل البرنامج، ما أعرف أنا بكمله ولا بطلع، المهم أني أنا في حاجة في رأسي بسويها. إحنا من الشباب نسولف أنا بعض معهم أقولوش اللي يفكر فيه محمد عبد الله. أنت كنت تتوقع يعني أنت غياباتك عن الفقرات وانت توك طالع من برايم يعني من اقل الناس نقاطا، هل كانت فيه سياسه عندك انك انت في شيء بالك تراسمه؟ ايه احنا طلعنا في بروفايل وسالونا نفس السؤال قبل لا يطلع محمد، كنت اقول انه اذا طلع واحد فينا الثاني بينسحب. فانا يمكن اغلب الناس يحسبون قاعدين نمزح ولا قاعدين يعني نعطي رده فعل عاديه. جميل. كنت صادق يعني انت كنت تغيب عشان تطلع في البرايم الجاي اول نفس ايه او مو بنطلع برايم، ممكن انا يعني انسحب اللي كان في راسي اول يومين كانت النفسيه متغلبه علي. جميل. مره النفسيه يعني كانت في دروب معي في المستوى في كل شيء، ما اقدر اطلع ما اقدر اكون مع الشباب. طيب ف يوم ورا يوم كلام مع كلام اليوم الثاني لين زانت النفسيه والحمد لله. طيب صار كلام يعني ايه ايش اللي غيرك؟ طيب يعني هل محمد قلت الموضوع عنده؟ لا مو ليش غيرك وش اللي خلاك تكمل؟ لا مو قل طيب؟ الموضوع عرفت انه وجودي هنا في البرنامج مو وجود عبد الله الشهراني، وجودي في البرنامج وجود عبد الله ومحمد الشهراني. جميل. وجوده برا وجود عبد الله ومحمد الشهراني. جميل. استاهل تحيه يا شباب. طيب الان هذه اشياء انا بقولها لك. عبد الله دائما اذا جاء احد انا مثلا اي واحد من الشباب يقارن باشخاص ما هم قريبين، عبد الله مقارنته بمحمد في اي تصرفات في اي شيء انهم توأم قطعه واحده، تعتقد ان هذا الشيء يقلل من شخصيتك ومن اسلوبك ومن نهجك وطريقتك وان اي شيء يرتبط فيك انت ومحمد؟ لا بالعكس. سواء كان شيء ايجابي او سلبي. اي لا بالعكس، احس ان الشيء هذا سواء كان إيجابي أو كان سلبي إنه يميزنا عن الناس الثانية، أعتبره تميزنا. يعني أنت تشوف إن
يعني مثلا جاء محمد في موقف سواء كان سلبي او ايجابي اجمعونا فيه بردة الفعل. جميل. كنا كل انا وياه في الوجه وانا ما لي علاقه فيه. ممكن وقتها تكون لي ردة فعل بيني وبينه، لكن قدام الكل لا. بنفس الوقت عادي، الشيء عادي. لا لكون واقعي يا عبد الله، شيء سلبي حصل من محمد الناس تتداول ان التوام مثلا بدون يفرقون من هو اللي قام بهذا الشيء اللي حصل منه، يضايقك هذا الشيء ودك تقول انه يا شباب ترى مو بانا، ترى هذا اللي سواه محمد. شوف لو ان الاشياء السلبيه تضايقني كان ما تشوفني متعلق فيه ذا الحين، ولا يعني كنت يعني ولا شو يعني عادي، لو انه طلع كان ما اثر فيني. من الاشياء السلبيه اللي قاعد يجيب لي من يوم احنا صغار، متى جاب اصلا شيء محمد ايجابي لي؟ لا لا والله الاشياء السلبيه اللي يجيب انا اقول لك يعني نفسها نفس الايجابيه، ممكن تكون لحظه غضب بيني وبينه، لكن قدام الكل واني اظهر انه لا ترى ما لي علاقه هذا اخوي، لا بالعكس هذا توامي واللي يجيك كانه فيني. يعني انت راضي باللي يتوجه لمحمد؟ طيب انت عارف محمد، احنا نعرف محمد من بدايه البرنامج وهو ما شاء الله الولد حار، تصادم، عصبي، ما في يوم من الايام انت نصحته جلست معه يا محمد اركد عشان احنا نطلع ما نطلع برايم، اركد عشان احنا نكمل في البرنامج، يطلع عشان ما احد يطلع منه ونخسر بعض، صارت بينكم هذه المناصحات ولا ما صارت؟ اي والله مره جيت انصحه اقول له خلاص يا ولد ترى نطلع برايم ما له داعي، قال لي شفت نفسك كيف يعني شفت نفسك؟ يعني شفت نفسك حتى انت تجيب العيد مثلا، اقول له تراك جبت العيد في مكان فلاني. ايوه يقول حتى انت تراك جبت العيد في مكان فلاني. وفعلا تكون انت جبت العيد ولا؟ أيوة بس انه بس يبادلك الموضوع. الا والله انه صادق بيكون صدق، انا جبت العيد فيكون ما عاد لي وجه، عرفت انسحب منه. طب انت قاعد تشوفوا لي مثلا الاعياد اللي انت تقولها سواء انت ولا عبد الله محمد، شايف انها من مصلحتكم؟ لا والله ما ندري يعني برنامج زي مثلا برنامج حياتك فرصه يتمناها الكثير ولا لا يا عبد الله؟ صادق. طيب اذا صارت مثلا في البدايه في عدم الجديه وان الشخص ما هو حاس مثلا انت او غيرك او اي احد، انت قاعد انه تشوف مثلا محمد استعجل وندمان على اللي صار والاشياء اللي سواها على اساس انه بيبدع فيها وانه بيسوي الاشياء انه بيلفت النظر وكذا، بالنهايه تاثرت عليه وصارت سبب في خروجه ودخوله للبراين قبلها. انا متاكد انه ندمان. والشغله الثانيه انا ومحمد لو اخذنا الاحتياط او نقول لا نسوي الشيء الفلاني، فاعرف ان اذا جينا بنسوي الشغله هذه ماخذين احتياط انه بنمثل فيها، والمطلوب في البرنامج هذا اللي هو الرياليتي الواقع. فاحنا وقعنا اصلا كذا احنا عيال، فلو يعني مثلا اخذنا الحيطه من شيء او هذا ما راح تشوفونه ترى زي ما تشوفونه انتم الشباب. يعني الموضوع كان حاطين فرصنا ان شاء الله احنا قد ما نقدر. طيب انتم دخلتوا البرنامج زي ما شفنا في التقرير، معلش انت تقول انا ابغى المركز الاول ومحمد كان يقول ابغى المركز الاول، انتم الان اللي قدمتوا هذه الفتره انت ومحمد، تعتقد ان انتم قدمتوا الشيء انتهيتوا من هذا الشيء ولا انه محمد كسر الحاجز ومشى وانت خلاص جناحك طاح وما تقدر تكمل؟ محمد طلع قبل لا نسوي اي شيء بيننا، ما عمدنا نسوي اي شيء ولا اقول لك كملنا. كيف ما عمدك الان مر محمد طلع بعد مرور شهر؟ ممكن نقدر نقول مثلا من الاشياء اللي قدمها ايش تقدر تقولها؟ من الاشياء او انت خلنا من محمد، انت في اشياء قدمتها بما انك، انا ليش قاعد اقول محمد؟ لانك انت تقول انا وياه نبدا في بعض ان احنا داخلين في البرنامج نقدم، تتكلم بصفه الجمع، فانا اقصد هذا الشيء مو بس انا كنت اتكلم بصفه الجمع فانا حبيت. لا لا انا سالتك في البدايه ان هل ايجابي وسلبي انكم، انت قلت انت بالعكس انا اذا جمعنا في بعض ما عندي مشكله، فانا عشان كذا اساير نفس ما تقول، لكن انا لو انا تكلمني شخصيا انا بقول لك لا انا لي شخصي وايجابياتي لي وسلبياتي لي، ما لي علاقه في اخطاء غيري. صح انه توامي لكن لا اخطائه له وايجابياته له نجاحاته له، اخفق في شيء يحسب له. ليش انا اقيس موضوع اني انا اكون هو توامي خلاص انا ارضى باللي يخطي فيه واصل عليه فخذ؟ عشان كذا انا قاعد اقول لك هل خروج محمد يعتبر فشل لك؟ لا. واستمرارك يعتبر نجاح لمحمد؟ نجاحنا فشلنا انا ومحمد واحد، استمرار يعني انا رجعنا للموضوع انك انت جمعت انت نفسك، مو انت قعدت انت الحين قاعد تجمع ترى بيننا. لا انا ما جمعت، انا ما احاول اجمع، انت ترضى. وش اسمه شو اسمه خروج محمد؟ أيوة. ما يعتبر ابد فشل لي. تمام. وبرضه طلوعه يعني ما يعتبر فشل له او نجاح له.
كلنا يعني يعني انت قادر انك تمشي في البرنامج كامل من غير محمد؟ اذا كان مكتوب هذا غصبا عني. طيب بما انه غير مكتوب، لو قلنا في البرنامج، خلنا قبل البرنامج الان جاء التقديم وقالوا لك، مسك سامي على جنب قال شوف يا عبد الله نكون صريحين، ترى محمد بيطلع البرنامج الثاني. ما راح اقدم البرنامج. كيف ما تقدم البرنامج؟ ما راح ادخل برنامج. طيب استطعتك الان تنسحب؟ طيب ادري اني استطعت انسحب. طيب ليش كملت؟ الان معك الفرصه انك تمشي. ممكن يا طويل العمر والسلامه اقول لك الاسباب او قناعه انت تقول لو رجع بك الوقت. ايوه رجع لك. الحين انا انحديت على شيء ونفس الوقت انحديت على اسباب واشياء اشوفها لي انا ومحمد. انها تنفعني انا ومحمد. مثل ايش؟ مثل تواجدي هنا في البرنامج. ايوه تواجدي في البرنامج انا اتحدى الشباب يمكن والشباب واللي وغير الشباب. انهم ناسين محمد او واحد يعني يقول ممكن يفقدونه. طيب لكن بعكس اذا كنا اثنين كلنا برا. يعني انت قصدك انه خروجكم الاثنين هو اللي بيكون مكان فارغ، لكن وجودك الان يعتبر ما احد طلب. في نفس الوقت انت تناقض نفسك يا عبد الله. اناقض نفسي ايش؟ انك تقول انا ما اقدر اكمل ادخل البرنامج ومحمد مو معي. انا انت تتكلم لو رجع فيك الوقت. ايوه انا اتكلم لو رجع فيك الوقت الافضليه قناعتي الشخصيه انا. ايوه افضليه قناعتي الشخصيه انه ايش؟ لا ما راح اشارك برنامج دام اني داري انها بيطلع من البرايم الثاني. طيب لو كانت سياسه البرنامج ما يقبل الا واحد، ما يقبلون نظام التوأم ما يقبل. ما راح نقدم. يعني ما راح تقدم انت؟ حتى لو كانت الفرصة نجاح لك ونجاح لمحمد. لو رجع فيك مثلا الآن الله. مثلا الآن أنت تقول نجاحي يعتبر نجاح لمحمد وخارج البرنامج. لا ما راح أقدم. ما راح تقدم. ما راح أقدم. أقول لك قناعة شخصية، لكن أنا انحديت على شيء الآن وأسباب يعني جبرتني على الشيء هذا، طبيعي راح أتقبل وراح يعني أتفائل بأشياء مثل ما قلت مثل الكلام اللي قبل شوي نجاحي مثل نجاحي ونجاح محمد واحد، بالعكس التواجد هنا تواجد محمد عبد الله الشهران. طيب في اشياء محمد وصاك فيها قبل تمشي؟ انا قاعد اقول هذه الاشياء، وعلى فكره انا في عندي الفقره اللي يختار ضيفك واختار سؤالك، لكن للامانه انا ما ابغى اقدمها وانا اعتذر من الشباب في سؤال الجمهور، لكن انا حرصت على ان هذه تكون الفقره لك انت يا عبد الله ولي انا ولمحمد، لان احنا كنا كانت هي الموضوع يدور بيننا في البرايم اللي فات وكلنا عشنا وضع صعب، لذلك انا حرصت اني انا يكون اللقاء بيني وبينك نتكلم عن هذه المواضيع وتبين اللي عندك، وانا احاول اطلع اللي عندك بصوره يفهمها انا اول واحد ويفهمها الشباب اللي خلف الطاولات. فهمت؟ واضح. طيب انا اشوفك كانك الان في البرنامج نوعا ما تحررت من اشياء، مثلا نقول حلاقتك، تحس انك انت تحررت في الموضوع ذا؟ يعني انا كنت اشوفكم عند الحلاق، تجون عند حلاق واحد سويت له تيجي على طول انت بعد عشان ما يضيع. الان اشوفك ما شاء الله يعني عادي تحلق لي مزاجك، شوف اللوك الجديد اليوم، هل هو تحرر؟ حسيت انك انت انطلقت خلاص صرت تسوي اللي انت تبغاه براحتك؟ لا مو بسوي الشيء براحتي، بالعكس لما يكون محمد موجود ونتفق على رأي واحد يعني أكون يعني ما أرجع لأحد أقول وش رأيك بالقرار اللي أنا اتخذته، لكن الحين تشوفني أنا الحين يوم حلق أجي أسأل الشباب كلهم، أسأل الشباب كلهم كيف الحلاقة، لكن لما أنا ومحمد نتفق على شيء خلاص أمشي حلق حلاقة فلانية حلق حلاقة ولا أسأل أحد ولا أشوف أحد ولا يعني. طيب بما أن دخلنا عشان نختم موضوع محمد، وش الأشياء اللي وصاك فيها محمد وقال لك مثلا أبيك تستمر؟ خليني نعطيك مثال، هل وصاك في السفلية حقه؟ لأن احنا من طلع وحنا فاقدينها، ليش؟ وصاني. هل هو تقصير منك؟ لا مو تقصير. طيب ليش من طلع محمد احنا ما شفنا السفلية؟ لا هو مصيني على ايش؟ على السفلية. طيب على أشياء ثانية، لكن ما حان الوقت اللي هو مصيني عليه. يعني ضامن نفسك إن البرايم الجاي من طالع؟ العلم يد رب العالمين، لا والله مو ضامن. دا محمد طلع البرايم الثاني و طيب كانت عندك فترة أسبوع، التوصيات اللي وصاك فيها محمد كانك ممكن تنجزها؟ ما كان موصينا على نفس الأسبوع هذا، حدد لي وقت معين يبغاه فيه.
يعني كانوا على اساس انه بعد انكم مطول بعد البرايم. لا ما انا بطول، ممكن اطلع البرايم الجاي. طيب نرجع ضيوف. 30 يوم ما كانت درس انك تقدم اللي عندك. انا لما اطلع الحين انا راضي عن نفسي، احس اني قدمت كثير. تحس انك قدمت؟ احس اني قدمت الكثير. وكفايه عندي شغله واحده، تسالني احد برا وش قدمت، اقول اقلها المتسابقين قبل اشوف الناس اللي برا. اها رسم الابتسامه في وجهي. طيب انا باقي الشباب فرصه، للي عنده سؤال او حاب يسال المجال مفتوح لكم. في حد عنده سؤال؟ حياك عبد المجيد. طبعا عبد الله شخص عزيز وغالي علي، وبصراحه يعني عبد الله ما احب اني اشوفه بعيد برا، يعني احب اني اشوفه قدامي لو اني ما سولف معه كثير، بس اني ابتسم واكون مبسوط. عبد الله صحيح انه طلع لكن موجود بقلبي، وغير كذا والله محمد طلع برا وموجود بقلبي، لكن دليل اني ما نسيته هذا عبد الله، اشوفه هو بقلبي بعد. استاذ محمد لا طلع بيض وجهك الله يخليك ان شاء الله. ترى هذا يعطيك العافيه عبد المجيد. هذا انا مو محمد. فكل لا انت قلت لي محمد. اي انا بدك ما قلت. طيب في احد عنده سؤال يا شباب؟ انا سؤال. تفضل. دوائر. تفضل عبد العزيز. اول شيء اهنيك على الروح الطيبه والابتسامه الدائمه. الله يسعدك. فالله يديم عليك ان شاء الله. و بالنسبه لسؤالي بعيد عن محمد وبعيد عن ونحن فاقدين محمد، هذا الشيء والله انه مأثر علينا. ولكن بسألك في شخصيتك، يعني صفات عبد الله ما يحبها في الشخص اللي قدامه، وصفات عبد الله يحبها في الشخص اللي قدامه، بالمختصر يعني ابرزها كذا. الصفات اللي احبها الشخص اللي قابله يعني عاملني بالمثل، سواء كنت سيء معه او كنت تمام. بس فالي ما احب ان واحد يعاملني معامله غير المعامله اللي انا عاملها فيها. يعطيك العافيه. جميل. يعطيك العافيه حبيبي. تفضل. لك اول شيء الله يستر على محمد ويحفظه ويرعاه. اللهم امين. ذاك اليوم كان يحلق وقلت له انت بتروح، ما صدقني. قال لي انت اللي بتروح، ضبط الحلاقه صح. وودع الله يستر عليه. الله يستر عليه. اللي حاب اقوله لك، انا بسالك سؤال وتجاوبني بكل صراحه. تخيل اني انا ومحمد في البرايم وعندك الماس الذهبي، الالماس الاساسي. جوهر الماسي. جوهر الماسي. وطلع اخوك برايم، خلاص اخوك اللي بيودع. ايوه صح. ايوه اخوك اللي بيودع. تعطيه وتطلعني بكل صراحه. وهو برا البرايم. وانت برا البرايم، بامان. اقدر اسوي سكيب للسؤال؟ لا. بامان جواب بصراحه ما في اي زعل. والله شوف انا ما تخيلت الموقف. تخيل. تخيل الحين. تخيل الحين. خلاص بجاوبكم بكره ان شاء الله. لا لا صدق صدق والله بطول. انا ومحمد ومعك الماسه للمسي. تعطيني اياها ولا تعطي يا محمد؟ على عجل. ما يعطيك اياها ويعطيك. يعطيني انا. انت مثلا تقعد. ايوه اخوه بيطلع. اخوه بيطلع. واضح السؤال. الكارثة من مكان عدريلة. هذا هو. صدقني حسيت بنص موقفك. حسيت بنص. هذا هو فرضية. ولا بتخلي هو خيار. ولا بتخلي الأمور زي ما هي وتحتفظ بها. تخلي القدر هو اللي يحكم. والله أنا محتار أخوك والله. أنت أخو هو أخو يشهد الله. الله يزيدك. أتجاوب. لكن يا طويل العمر والسلامة. انا اتوقع علي يقول خلاص يطلع محمد لان عيا اقول اقعد لا تخبل. والله موقف صعب. حسبي الله ونعم الوكيل. والله يلا ايه او لا. طيب انا اشوف ايش اسمه ما جاوب بيني وبينك بعدين. لا قلتهم انا طالبك. هاي مقدم لازم جواب صراحه. انا طالب والله. والله ما سرعه خمس دقائق. طيب. هلا ايه خمس دقائق نعفي من السؤال. عندي شيء في ناس قالوا لي فيه كيت في ناس لحظه بس يا صالح. في ناس قالوا انا اتهمت كثيرا من القلوب اللي ما عاشوا الوضع اللي انا اللي جربها الان في لحظه بس، واتهمتني انا ما عندي رحمه وفرقت بين توام.
لكن يعلم الله أن ذاك الليلة كانت من أشد الليالي عندي. أي والله. لذلك أنا عندي ما أدري وش أقدم لعبد الله صراحة لأن أنا سويت ذاك اليوم. في نفس الوقت ما أدري، عشان كذا أنا خصصت هذه الحلقة لعبد الله وناقشت كل الأسئلة تخص بمحمد وذاك اليوم واستمرارية عبد الله من هذا البرنامج. لذلك نقدر إحنا نقول مو بلك المايك، لك المايك اللي تسمعنا. ألو والله. ألو تكلم يمكن يرد عليك أنت. ألو ألو دقيقة يا شباب تكلم عادي خذ راحتك. ألو تسمع أحد؟ السلام عليكم. أربع البقى يا ابو راشدي. ارحب ابو مليون. البقى ارحب يا ابو يحيى. الو محمد تسمعنا؟ الو يرجع يعني يرجع. الله يرجع ان شاء الله. ان شاء الله اللي يرجع. السلام ورحمة الله. ألو والله رجع اتصال. يرجع يرجع رجع اتصال تأكل. محمد معنا باقي؟ والله كان ودنا خفاف حمود. باقي معنا الاتصال يا شباب. طيب شكل ال تمنينا والله انه يكون معنا، لكن يا شباب اذا عشان ما نتعلق. الو الو يا شباب اللي في الكنترول، إذا الاتصال باقي معنا خلوا المايك، وإذا الاتصال ما هو موجود شيلوه عشان نعرف بس ونقدر نختم مع حبيبنا عبد الله إن شاء الله. بما أن المايك شغال الآن فالأمور طيبة. طيب خلنا لين يجي الاتصال خلنا نقول وش اللي خلاك تقف؟ ايش اللي خلاني اوقف؟ اي ارحبوا وقفت ليش؟ اخوك تو ما بقول السؤال ما هو موجه لك يا صالح. تومي اخوك ما افكر. لا انا يعني عرفت ايش اقول يعني ايش اقول يعني ايش تبغاني اقول؟ تومي اخوي. يعني حسيت انه انك محتاج تاقف؟ اكيد. مو مغير الوضع، الوقفه ما راح تغير من شيء، ممكن وقفتك اللي قطعت الاتصال. لا ممكن تغير اشياء كثير. اتصال هذا الحالة يمكن غير اتصال اشياء كثير لي بالبرنامج. مثل ايش؟ اشياء كثير. دافع معنوي. يمكن من نبرة صوته وكلامه انا اسمع صوته بس احس انه قاعد يقول لي انا معك واصل. جميل. والله اتمنى انه يكون معنا. ايوه. ارحب. محمد. محمد ايوه ايوه مرحبا الف. الو ترى ماني قاعد اسمعكم يا ربعي، انت تحاكم تحاكم خليني اعرف. نسمعك نسمعك يا محمد. شباب خل عبد الله يتكلم. الله يعاون. خير وش يا عيال طق دق علي انا. اما بتقفل علي ولا ايش؟ عليك تكفى بشوفك مشتاق لك. ارحب كيف الحال؟ ايش حالك نفداك الله يعافيك. خير عباك الله. كيف انت ابو يحيى؟
الله يعافيك، ايش حالك؟ طيب الحمد لله. فين انت؟ والله يا طويل العمر في الشوارع، ضعت انا من دونك قاعد ادور في الشوارع ما ادري وين رايح. بدل وش دلك اللي معك كانك صعيدي. وين الكلام اللي قبل شوي؟ اسمع الله يجعلني في دعك يا ابو يحيى. جار يا ابو يحيى، اخبارك يا حمود؟ ايش حالك؟ طيب اقول لك شيء. ايوه اقول يا الله والله انك تحتزم ان شاء الله بكره بالجوهره. ابيض وجه، كفو ابيض وجه، كفو يستاهل. أنا مستاهل أكثر يا أبو يحيى، هذا أقل شيء أسوي لك يا حبيب. الله يبيض وجهك. محمد الحبيب المحزم، هلا والله بعزوتي الحبيب المحزم المليح. كيف حالك؟ شلون أمورك؟ الله يعافيك، عساك طيب. يوم قلت أبشر بالجوهرة كأنها دقة ولا لا؟ لا والله ما هي دقة ولا هي حالك. والله أنك أبيض وجهك المحزم. خاضر اللي بخاطري يا ابو حمود. الله يسلمك، اكيد ما يجهلنا هذا الشيء والله يا محمد. لكن انا ذاك اليوم ما ودعتك بالشكل اللي يتمناه الكل، لكن انت كنت عارف اللي بالخاطر وما يحتاج انا اوصله لك يا محمد. الو، حولوا رسائل. ناس صعيدي، خلاص صعيد ينفعك والله فيك. انا كنت والله بسأل عن السفليه الحين يا محمد. بيرجع ان شاء الله بيرجع. ما اتوقع والله انقطع هذا واضح. العموم الله يوفقك عبد الله ويوفق محمد. عشان